ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا دكتور، معك الكابتن غطاس نبيلة التاجوري، منقد وعدة كوارث ساهمت فيها داخل وخارج ليبيا، ولي علاقة يعني بالكوارث، ولا آخر كارثة إن شاء الله آخر المآسي هي نكبة درنة. بالنسبة لك، هل المشاركة كانت برصيد معرفي أم خبرة نتجت عن تجربة؟ أستاذي يرجع الفضل طبعا للخبرة ولدولتي، إنني طبعا عبر البحر الأحمر في الغطس وفي الكوارث، يعني فيما سبق طالعة دورات في فريق العمل السرب 5+5 العمودية مع الكابتن حبيب بطريقة الإنقاذ والإخلاء المواقع قبل الحدوث الكارثة، ونفس الشيء عندي عدة دورات حتى من دكاترة من ألمانيا في الإسعاف الدرجة الأولى، واخدتها دوليا، ونسعف ونخيط فصل السيارات الإسعاف لإنعاش، يعني بداية الإنعاش. ما غير هذه طبعا ننشل في الجتت والإنقاذ على شواطئ ليبيا، لي عمر يعني في العمل هذا، ننقذ في الأرواح، وقبل ما يديروا جهاز ليبيا الجهاز الهجرة غير شرعية كان الدفاع المدني، احنا اللي يعني نشتغلوا على إنشال الجتت أو لإنقاذ الأرواح الهجرة غير شرعية. طبعا من خلال خبرتي طبعا واخدة دورات إسعاف، أزمات، طوارئ، غرف، اتصالات، شبكة عمودية كلها على مستوى دولي ومحلي بالنسبة للعلاقات اللي تتعلق بالشبكات الطوارئ في الإسعاف، في الإسعاف الطائر، في الإسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني. هو حاليا ما لحظة، هو الاختلافات حاليا يقولوا له هيئة سلامة وطنية، سابقا الدفاع المدني. تفضل. ما الاختلافات التي واجهتها ما بين الإنقاذ على مستوى الساحل والإنقاذ أثناء الكارثة والتدريب خارج البلد؟ هل هنالك اختلاف في الظروف، في الاستجابة إلى غيرها؟ أكيد طبعا سؤالك يتطلب 3 إجابات. في اختلاف كبير أثناء التدريب، تختلف أول شيء حتى حالتك النفسية، مهما تشوف الشيء على دمية أو نشتغلوا على أي شيء بلاستيك في الأردن، دورة الأردن على الأزمات، كيف نتصرف وكيف نشيله جدة، كيف الأمور هي. ونفس الشيء في الإسعاف، أنت عارف كلنا نشتغلوا أشياء كل مصور، يعني ما ناخدوش يعني الجتة إلا في اللحظات الأخيرة أو أثناء عندنا الحالات الوفيات في الكليات، نخشوا على الجتة كيف نخيطوها، كيف نتصرفوا الحالات المستعجلة وأثناء الحروب. هذه يعني كيف نوقف النزيف، كيف الكسر، كيف نتصرف معاه، والأمور هذه يختلف أثناء الدورة على أثناء حدوث الكارثة وأنت تتصرف فيها، لأنه يختلف الموقع، تختلف البيئة، تختلف نوع الكارثة، في اختلاف. أنا هنا أحاول أن أكون دقيقا معك، أي أن تفضل. بالنسبة لكم من الهاجس النفسي هو هاجس يكون ظرفيا، لأن الهاجس النفسي يكون، وهذا سنتناوله الآن، في خلال بداية الصدمة يكون الإنسان مترددا، ولكن الإشكال الذي يطرح لكم من حيث الاستجابة، لأن العديد من الأشخاص قد لا يستجيب، كيف تتعاملون معه؟ أيضا من حيث المجتمعات، هنالك مجتمعات تخلق أو تحدث جوا يساعد على حتى عملية الإجلاء، لا من حيث الاجتماع حول الجثث، لا من حيث الكل يريد أن يشتغل، لا من حيث التنسيق، تدخل كل الفرق، لأن كل فريق في الميدان يتدخل حسب نوع صح. واقعه. طبعا انت تتكلم على حالتي النفسيه، ويعني بالذات انا عنصر نسائي، نختلف عن الرجال. وهل قصدك انت القدرات، هل انك انت يعني قادر تباشر العمل الواجب متاعك، او اللي انت واخده واللي انت فاهمه، او انت معاشره فيما سبق
قصدك أنت، هل أنت تعني في وسط الميدان كيف تكون حالتك النفسية هيك، ولا قصدك يا دكتور؟ نعم، لا بالنسبة إليكم الهواجس أو التحديات التي تواجهكم بغض نعم، النظر عن نوع إلى ما غيرك، اللي لأن هنالك مجموعة من حتى ولو كانوا ذكور وتجد لديهم هشاشة نفسية أكثر من الإناث، ليس دائما الإناث لا من لا يكون والله فعلا يا دكتور، أنا كم أنا فخورة بالمرأة الليبية بعزيمتها وقوتها، واللي يزيد يعطيني في إصرار على عزيمتي في العمل هذا الإنساني، قبل كل شيء إنساني بحت العمل هذا، أني نشبح رجل واحترامي لي يبدأ يبكي وخايف وهارب من الموقف المذهل اللي احنا قدامنا. أنا لا، أنا يزيدني إصرار ونتقوى أكثر، ودليل ان كل اي ازمه تصير لي ان الفريق متاعي يتشجع بيا، يعني حتى لما نغيب عليه شويه يقولوا انت وين، تعالي لا خليك معانا، متشجع بيا، يعني شوف ما تقول عطيتهم حافز. وهذا اللي خلاني ان حتى في الموقف الاخير اللي نتاع درنا، اني فعلا كانت صدمه ليا، وكان موضوع ما توقعتاش اكثر من مشيتي لتركيا وزلزال تركيا، لكن كنت فعلا نشجع في الشباب ونحاول بقدر الامكان، وما عاد عارفه قدره الرجل والتحمل والايمان بالله، وهذا قدره الله، ولكن كان الموقف اكثر مننا، نتشجع بقدر الامكان، ما نبينش، كنت نحاول حتى نبكي ونزعل بعيد على زملائي ومن يكون بحداي باش ما يشبحنيش الضعيفه، ونشجع باش نشتغلوا، لان عطينا ننشلوا الارواح ان ندير اي شيء اللي نقدروا عليه قبل ما يجي الليل، لان احنا نشتغلوا من الفجر لليل، وبعدين نحولوا اداريين، بعض منا انا كمستشار نحول عمل اداري بالليل. ولكن فعلا كلمتك راهو الحاله النفسيه لها دور كبير، والعزم لي كبير دور كبير، خليت ايماني بالله قوي، وهذه قدره الله، وانني هادو ما يصحهم متوفيين ولا غالب، لكن هم بحاجه لي اني اني نسترهم ونشيلهم باش نكمل رساله العمل متاعي، لان هذا بلادي هيك اللي قالت لي وهيك اللي علمتني، وانا اللي عندي نبي نطبقه، والعمل متاعي اللي خديته واللي تعلمته واللي سعيت عليه، هذا اللي قدامي صار شك ما تقول تدريبات وتمرينات إجباري، وفعلا زدت استفدت من عدة دول نزلت معانا في الميدان، استفدت منهم، زدت خبرة وآلات وأجهزة، وانت عارف الحاجات هذه يا دكتور، وشكرا. شكرا الموصول لك على مشاركتك، هل من مشاركة أخرى أم لا؟ أستاذة السلام عليكم. صباح تفضلي. السلام عليكم. طبعا نبي نشكر الأخت نبيلة، الأخت نبيلة هي فخر نساء ليبيا. طبعا نبيلة العمل هذا كله اللي دراته لكي يكون المواطن والمواطنة الليبية قدر وشاهد، انتشال الجثث ان هي ما تاكلهاش الاسماك في البحر او تضيع هباء. تصور احنا مواطنين حتى ولو رفعهم الفيضان او السيل، احنا قمنا بانتشال هذه الجثث، وهذا نتيجه فزعه الحوت اللي كانت من ليبيا، وكانت واحده منهم واحده من ابطالهم الاخت الفاضله نبيله لفخر كل نساء ليبيا، كل الشكر والتحيه لها. بنحكي على نفسي، انا كنت مشاركه في لجنه أزمة، وأنا طبعا الكلام هذا كان ثالث يوم، طبعا كان وزير الصحة فيها، كان فيها ثلاثة وكلاء، كان فيها مدير رئيس المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة طرابلس، عميد بلدية بوسليم، عميد بلدية طرابلس. كانت في لجنة أزمة، احنا في لجنة الأزمة، كان طبعا أنا بصفتي حضرت بصفتي يعني طالب الدكتوراه في مادة نظم المعلومات الجغرافية جي اي اس، وانت جغرافيا اكيد انت الباك جراوند بتاعك جغرافيا وفاهم. طبعا كانوا في ثلاثة دكاترة من دكاترتنا قسم الجغرافيا، اللي هم كانوا تخصصهم رسائلهم بعض منهم السدود. طبعا تخصص السدود والوديان في ليبيا تخصص يعني ضئيل، هلبة هلبة ما فيش، بعض الجغرافيين وبعض الجيولوجيين فقط هم تخصص البيئة ما ياخدش فيه، قعدت البيئة دي ماشي لعالم الأحياء المجهرية في ليبيا. فحتى هذا كان هني الكارثة هذه الفاجعة هذا أو هذا المصاب فتح عيوننا على تخصصات إن لا بد ندققها. فريق الأزمة كانت المحصلة أو الخلاصة اللي طلعنا بها إن إحنا كيف نتداركه، الأزمة وقعت لا محال، ما عادش عندنا حل. نسبة الوعي، هل تعلم
يا سيدي ان لو كان في نسبه وعي الناس من الساعه 7 كانوا المفروض كلهم هادو حوالي 4700 وكسر اللي توفاهم الله، هادو كانوا ممكن نقدنا منهم 3000 لو كان في نسبه وعي. نسبه الوعي ما كانتش موجوده، الميه واصله لغايه الركب وما زال عندهم امل، فكانت نسبه الوعي، التخطيط الاستراتيجي للمدينه طبعا، واهم حاجه كان على كاهل الدوله اللي هي صيانه السدود. هل تعلم ان بعض السدود من 1973 من تاريخ بنادها لم تتم لها الصيانه؟ ثانيا السدود في ليبيا حتى في الجغرافيا غير موجودة، عدد الوديان لو نسأل أي واحد كم وادي في ليبيا وكم وادي عليه السد مش حتكون في إجابة، فكانت للمتخصصين، وبالتالي تنادينا وكنا أعضاء في فريق الأزمة وصغنا صياغة، وإن شاء الله تلقى أذانا صاغية. وشكرا. شكرا، الشكر موصول لك. شكرا نتقدم لكم على أستاذة صباح، هي اللي رفعت يدها كانت أو هي اللي تكلمت الآن، في حد يبي يتكلم قبل ما نبدو المحاضرة؟ أعتقد إنه معش في حد. شكرا الموصول. عفوا عفوا لو سمحت أعطوني شوية قبل ما نبدو المحاضرة دكتور. تفضلي. نعم ينعم عليك، أنا اللي رد على جزء من الأسئلة لأستاذة صباح. أول شيء أستاذة صباح بالنسبة للصيانة، أنا كتفتيش يا أستاذي أنا كمستشارة أنقاذ بحري، ونفس الشيء نفتش على الوديان، لأن أنا صيف دي غطاس، غطاس سادس، الغطاس السادس عارفها أنت، ينزل الوديان وحشاك الآبار السوداء والجوابي والعيون. عندك الصيانة يا أستاذة صباح من 2011 وتعالى جاي يا أستاذي، صيانة ما فيش صيانة. أي وادي بتلقى حتى حاليا تو بدت في لجنة لتنظيف الوديان، فيما سبق أني مشتغلة حتى في وادي سيدي وادي الربيع ومطلع عائلة الرشراش، ولكن كانت في صيانة ومتابعة في الوديان. في لجنة على مستوى ليبي تتشكل من أجهزة، من أمن داخلي، من الطرق، من الإنشاءات، من الحزام الأخضر بتاع الوديان، لأن يا أستاذي ليبيا تعتبر شكل الخليط العنكبوت من الأودية، وهذا الوادي بالذات يا أستاذي مجمع كبير، أكبر وادي عندنا، وعندنا فيه فيما سبق مديرين له ورشة في 2004، مديرين له ورشة كبيرة، وعندنا عائلة حتى مخلصينها إن تطلع ما باش تطلع، عائلة قديمة هذه. واللي صار للوادي إن اللي عدم الصيانة، أنا بنقول لكم، وهذا الوادي من السبعينات وراه كان في صيانه، كميه الميه الكبيره ما كانتش تطلع الكميه اللي ان تدفع الجسر الاول والثاني بالقوه، هذه قوه الميه، واللي سحق يمينا ويسار الوادي ولوح كلهم في وسط البحر، السبب البني العشوائي وعدم المتابعه والمراقبه من الجهات المعنيه، وهذا اللي بنوضحه لكم. الشيء الثاني تقولوا ان الشيء الثاني اللي بنوضحه يا استاذه، قلتي عدم الخروج يا استاذه صباح، واحترامي ليك يا غاليه، عدم خروج الوعي العائلات، لا يا استاذه، القوات المسلحه عابين، احنا عابين على الكارثه لما عارفينها، النوه جايه والتيار اللي جاي عابين عليهم البحر ومبلغين الطواري، وفرغوا قوات المسلحه اللي على الكورنيش من مديريه الامن حتى البخارية، الناس والأسر اللي على الكورنيش كلها طلعوها على أساس إن المشكلة جاية من البحر، ولكن شاء القدر إن جاي الموضوع من الوادي. لازم تكون عندكم معلومة، وقبل ما يحدث الواقعة هذه بلغوهم إن الجو بيتغير، وخذوا حاجتكم وإلزموا بيوتكم. اللي ينفعهم يا أستاذة ويا كل السامعين يا أستاذي إن فصل الضيم، قلت لهم بارك الله فيهم اللي فكروا نحو الضي، لان كان هذا راهي كانت نسبه الوفيات اكثر، وانا من خلال الواقعه طبعا واحترامي للكل، انا اول عنصر نسائي، اول جهاز خش هو هيئه سلام وطنيه، والعنصر الوحيد اللي قعدت لوطه واللي فضينا مع البنكينه الجابيه يعني المرسى نفرغوا فيها، واللي جتت اللي نطلعوا فيها، اني اي سؤال تبوه تفضلوا يا خواتي ولا من يكون نسالكم بكل شفافيه، وحتى الاذاعات سالوني نقول لكم الاسباب، حتى في بعض منهم يخشوا الكلام يقولوا في تفجير في كذا، انا بنقول لكم راهو نصهم حواته، انتم تعرفوا في جلاتينات، في بنقول لكم شيء ثاني، في شيل حتى هم
اشياء تكلمت، شيء نافته، شيء بنزينه تكلمت، اللي عنده حاجه. وانتم تعرفوا قوه الميه، مهما نحكي لكم مش حتصدقوا، نقعد سنه ونحكي لكم. راهي الطبقه الاولى يا ساده على اليمين وعلى اليسار، الوادي كلها سحق فصل بحر. سحق، تعرف كلمه سحق؟ بالشكل هذا. تحياتي لكم وشكرا على الإطالة. بارك الله فيكم دكتور. أعتقد أن فيش حد هيصل، أبتدي توكل على الله، ولو أن في حد عنده إجابة هي اللقطة هذه من غير الدكتور زي المشاركة التدريب يعني من ضمن المحاضرة، لكن أعتقد أن ما فيش. هي أستاذة نبيلة وأستاذة الصباح، بارك الله فيكم، تفضل دكتور، ما فيش أسئلة. إذن الشكر الموصول للمتدخلين على ما أفدوه بالمعلومات. سننتقل حتى لا نطيل في هذا الأمر. أولا في التقديم، فتتم عملية أنسنة المجال في إطار طبيعي يتميز بدينامية متعددة المظاهر وسيرورات تحكمها عوامل متعددة. ومع توسع عملية أنسنة المجال تأخذ الظواهر الطبيعية بعداً اجتماعياً متزايد الأهمية والتعقيد، وتتحول مع مرور الوقت إلى معطى اجتماعي، وهذا يتأكد من خلال عدة أمور. أولاً، أن الأخطار الطبيعية تمثل موضوعاً اجتماعياً تمثلاً وإنتاجاً. ظهور مجموعة من التخصصات الحديثة للبحث في الأخطار الطبيعية والتي تجمع في كلمة سندينيك وتعطي عناية خاصة للرؤية الاجتماعية سيونس دونجو أو علوم المرح. استثمار وسائل الإعلام بالموضوع ونقل الأخبار عن أحداث كثيرة لها ارتباط بالموضوع. أيضا على مستوى آخر، تشير مختلف المعطيات إلى أن الخصائص المادية المرتبطة مع المترتبة عن جميع الأخطار الطبيعية تتزايد أهميتها بشكل مضطرد، حيث انتقلت من مليار دولار في 60-900 و1000 إلى حوالي 20 مليار دولار في الوقت الحالي، وتراجع الأضرار البشرية. أما فيما يخص الإطار المفاهيمي فنؤصل للموضوع من حيث المفاهيم المؤطرة له. فنجد أولا تعريفنا للأخطار الطبيعية، وهو العلم المخاطر يهتم بتحديد المخاطر ثم تقييمها من حيث احتمالية حدوثها وحجم النتائج الغرر، وباللغة اللاتينية آليا هي كل ظاهرة طبيعية أو بشرية تحمل تهديدا كاملا للإنسان ومنشآته. الخطر ريسك هو شيء كامل الحدوث لكن لا يمكن توقعه بشكل مضبوط دائما وبشكل معين. الهشاشة أو العطوبية vulnerability، وترتهن أيضا بالرهانات أي الظروف التي تصاحب وقوع الكارثة، وتتعلق بالأضرار الممكن أن تترتب على الغرر، وهي متنوعة وهي نتيجة ذلك تنطوي على بعد تحليلي وتغيرات موضوعية أو ذاتية والتي يصعب تقديرها أحيانا. الخطر والخطب هو الغرر مضروب في العطوبية، فكلما كان هنالك خطر وعطوبية كلما كانت نتائج أكبر، والعكس بالعكس فكلما كانت العطوبية أقل وحتى لو ارتفع الخطر تكون النتائج أقل ضررا. والعطوبية نقصد بها هو القدرة تحمل حسب درجة الاستيعاب، أي قدرة استيعابنا على تلك المخاطر. فيما يخص حالة الطوارئ، هي موقف يهدد حياة مجموعة بشرية كبيرة من الأفراد في مجموعة مما يتطلب اتخاذ إجراءات غير عادية للتأكد من بقائهم على قيد الحياة. أما فيما يخص الصحة فليست مجرد الخلو من الأمراض، بل هي حالة من التعافي الجسدية والنفسية والاجتماعية الكاملة. البعد النفسي، ويقصد به العمليات الداخلية العاطفية والتفكيرية للفرد والمشاعر وردات فعله تجاه الأشياء. أما فيما يخص البعد الاجتماعي فهي العلاقة بين الأفراد، النظام الأسري والمجتمعي والقيم الاجتماعية والممارسات الثقافية. البعد النفسي الاجتماعي
وهو يدخل علاقة تفاعل بين البعدين النفسي والاجتماعي للفرد وتأثير كل منهما على الآخر. العلاج وهو خلاله تتم السيطرة على المشكل أو التقرير من ضرره لكن لا يتم إزالته، بينما الشفاء هو تحل المشكل ويتم إخفاؤه إلى الأبد. الوقاية هي منع المشكل من الحدوث أصلا أو تقليل من حجمه قبل أن يستفحل. الكارثة أو الأزمة كريز أو كاتاستروف تعبر عن حدث واقع عكس الخطر، وهي أكثر من حادث عارض، تكتسب بعدا تراجيديا عنيفا متنوع الأسباب والامتدادات الاستمرارية مصحوبة أو متبوعة بشكل من مظاهر الدمار والخسائر البشرية كالرياح الباردة، العواصف الرعدية، الأعاصير المدارية، قحول جفاف، الأعاصير الاستوائية، حرارة شديدة، برودة شديدة، موجات من الحر، زلازل، براكين، تساقطات عنيفة، وحدوث تسونامي أو انتشار للعدوى، كما يمكن أن تتعوض فرامع عناصر أخرى. أما فيما يخص تحديثنا للمقاربات، فنقصد بالمقاربة هي التصور العام الذي يتم به معالجة مشكل ما. فنجد المقاربة التاريخية للمخاطر وتنبني بالأساس على الموضوع والتعاطى معه من زاوية الأضرار الناتجة عنه، أي أنها تتعامل مع المخاطر على أنها كوارث من حيث جنائب الخسائر البشرية. بينما المقاربة السوسيولوجية تعتبر كل الظواهر هي اجتماعية لا تشكل خطرا خارج وجود الإنسان، هنالك مقاربة جغرافية تعتمد على معالجة الأخطار على ما توصلت إليه العلوم الأخرى ولكن تستعمل أدواتها الخاصة. ثم نجد مقاربة العلوم الحقة والتي من ضمنها الفيزياء والتي تنظر إلى المخاطر على أنها ما هي إلا أسباب كاملة وراء وجود ظاهرة معينة. وأيضا من المفاهيم الضرورية لهذا الميدان هو مراحل الكارثة. ما قبل الكارثة قد تكون سريعة أو بطيئة، يصاحبها تنبيه وتحذير كاف وتحضير لها، ما هو مرحلة البطولة، وهذه لحظة تحدث الكارثة، وبعدها يكون العديد من الناس أقوياء ومركزين ويستخدمون قواهم لإنقاذ أنفسهم والآخرين، وهناك شعور قوي بالمشاركة والتعاون بين الناس، ويصبح الناس كأنهم من عائلة واحدة، وينشغل الناس بالعمل على المساعدة أكثر من انشغالهم من الأسباب. شهر العسل قد تستغرق عدة أسابيع ويحدث فيها التحام في المجتمع ويحدث تأمين للغذاء والماء، ويلتقي الناس ببعضهم البعض ويدعمون بعضهم البعض ويرتاحون لكونهم أحياء وآمنين، ويجدون مكانا للإيواء لحين العودة إلى بيوتهم، ويحاولون العودة لحياتهم الطبيعية. قد تكون توقعات الناس من الحكومة والمؤسسات الأهلية العالية وغيرها غير واقعية، مما قد يحدث إحباطا أو غضبا أو قلقا أو شعورا بالذنب تجاهها. ثم المرحلة الموالية هي مرحلة التحرر من الوهم أو خيبة الأمل، وتلقب أيضا بالكارثة الثانية، عندما يجلس الناس في مراكز الإيواء أكثر من شهر، ويشعر الناس أن أملهم في العودة إلى الحياة الطبيعية لم يتحقق، وقد تقوم المنظمات بالمغادرة، وقد تستغرق من شهر إلى سنتين. أما المرحلة الموالية وهي مرحلة إعادة البناء تدوم لسنوات عديدة بعد الكارثة، ويحدث بعدها التكيف منع الوضع. أيضا من المفاهيم الأساسية نتحدث عن الإجراءات الأولية ثم التدابير الأساسية. بالنسبة للإجراءات الأولية تتضمن دق ناقوس الخطر، الاتصال بالموظفين ومصالح الطوارئ ذات تخصص إخلاء المباني و دكتور عن المقاطعة في سؤال سألتها واحدة فيهم قبل ما تمشي للنقطة اللي بعدها، قلت لك ما المقصود بشهر العسل؟ شهر العسل هذا هو الفترة التي يحصل فيها المنكوبون
أو المتضررون على اهتمام سواء دولي سواء محلي كالطفل الذي يكون في الأسبوع الأول من الميلاد. يكون كل من في البيت يهتم به ويريد أن يعطيه ما يملك وما يمكن أن يخفف عنه، ولكن بعد ذلك ينتهي الأمر ويعود، لأن لا يمكن أن يظل مستمرا إلى الأبد. يعني أنه محصور في الزمان، لا يمكن أن يتجاوز أسابيع معدودة، وبعد ذلك يرجع الناس، لأن الناس لابد أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية. لا يمكن أن تبقى المنظمات الدولية إلى الأبد، وأيضا الأشخاص لن يقوموا بأعمالهم. فحتى أصحاب الإنقاذ لديهم مهام أخرى، ليس فقط تلك المهمة قد أنجزوها، هنالك مهمة أخرى تنتظرهم، وأيضا لديهم أسرهم إلى غير ذلك. هل اتضح الأمر؟ نعم دكتور، نعم واضح، شكرا جزيلا لك. أما بما يخص النقطة الثانية، فنقول فيما يخص الإجراءات الأولية تخص دق ناقوس الخطر والاتصال بالموظفين والمصالح الطوارئ ذات التخصص، إخلاء المباني واستخدام الوسائل المتاحة في عين المكان. بالنسبة للتدابير الأساسية، على قائد الفريق التدخل أن يقيم الوضع بالتشاور مع خدمة الطوارئ لتحديد مستوى التدخل المطلوب، بمعية باقي الفريق والاتصال بشركة التأمين وكذلك الخبراء. كيف نقوم بتدبير الأزمة والكوارث؟ أولا تكون حسب الاستعداد، وثم بعد ذلك يكون هذا مرتبط بمرحلة ما قبل. بعد ذلك يكون هنالك الإنذار، ثم العمل على الحد من الأضرار قدر المستطاع، استعارة النشاط، ثم مرحلة التعلم، أي نتعلم من الكارثة حتى لا تقع مرة أخرى. فيما يخص التدابير، هنالك مجموعة من التدابير التي يمكن أن يقع فيها، ونميز بين تدبير غير ناجح حيث يكون هنالك تراخي مع الكارثة، وخير نموذج على هذا كارثة فيروس كورونا. العديد من الدول التي تعاملت بشكل متراخي مع الكارثة كانت لها كوارث على مستوى الإصابات وعلى مستوى المستشفيات، وحدث شيء أكبر مما يمكن أن تتحمله العديد من الدول، والتي طالبت بالمساعدة، ولكن وقتها الكل يقول نفسي نفسي. أو التدبير بالمحاولة، وهو عبر الاستعداد لكن بإمكانيات محدودة. وهذا الأمر يمكن أن أبسطه لكم بمثلا ليبيا. لو أننا قمنا بإجراء فحص أو جرب لعدد الأسرة لكل مريض، فسنجد أن الرقم أكبر من الطبيعي، وبالتالي في حالة وقوع كارثة ذلك النقص سيزيد عليه ذلك الضغط، وهذا الأمر يؤدي إلى ما لا يحلم بعقباه، لأن أيضا حتى في محاولة التدبير تكون مرتبطة بوضعيتك قبل، لأن الإنسان قبل أن يمرض إذا كانت هنالك أمراض كاملة تجتمع عليه إذا أتاه مرض واحد، وليس مثل الإنسان الذي يكون ليس فيه أمراض فيما قبل. هنالك من لديه أمراض ولكن مختفية تسمى بالأمراض الكامنة، ولكن إذا أتى مرض آخر يأتي مرض ثم يأتيه المرض الثاني ويجتمع عليه، كما يقال تجتمع الأكلات على قصعتها. أما فيما يخص التدبير الناجح، وهو وضع الاستعداد واتخاذ أسباب النجاة، وأحسنهم هو التدبير الفاعل، ويقصد به توقع المشكل والتخطيط له والعمل على عدم تكراره. أي أنك تحاول، وهذا ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي للمخاطر، أي أنني أتوقع الكارثة قبل وقوعها، وكيف أتعامل معها، وكيف أعمل على تجنبها مع أنها لم تقع. وهذا الأمر سيتضح للأشقاء الليبيين فيما بعد ليستخلصوا العبارة. بالنسبة لعملية استراتيجية مواجهة الأزمة، هو أولا علينا أن نعترف بوجودها، لأن أول خطوة للعلاج هو الاعتراف بالمرض. ثم ثانيا التحقق من أسباب الأزمة، أي أن نتحقق من أسباب تلك الأزمة، من المقصر من الجهة المقصرة،
ونحدد الأطراف. هنا ليس وهذه في خلال هذه الفترة ليست فترة لإلقاء اللوم وإلقاء المسؤولية على كل، بل لأخذ العبر ولكل يقر بخطأه وأن الأخطأ هي التي ربت الإنسان. وهذا ما يميز اليابانيين عن غيرهم. اليابانيين مهما وقعت، والصينيين أيضا مهما وقعت من كوارث وما وقعت من أخطاء، يقرون بها ويعملون على تجاوزها، بينما نحن نظل في الجدل ونترك العمل. أنتم السبب، أنت لم تتدخل، ما كان عليك، ونبقى في هذا ولا ننجز شيئا. الكل يريد أن يتبرأ من الشيء، ولكن البطولة هي أن تتحمل الشيء وليس أن تتبرأ منه. ثم أيضا تحديد المسؤوليات لكل فريق عمل، وهذا الأمر قد يزيد الطين بلة كما يقال، لأن عملية التدخل وتحديد مسؤولية كل فريق هي أيضا تسرع من عمليات الإنقاذ، لأن أيضا لو لاحظتم أن مختلف الكوارث التي تقع في العالم العربي، نجد أن حتى سيارة الإسعاف لا تجد المكان الذي تمر فيه حتى في الحالة العادية، فما بالك في حالة الكوارث. الكل يريد أن هناك من يريد أن يخرج من موقع الكارثة، هنالك من يريد أن يأتي لي ليصور، هنالك من يريد أن يأتي لي كان يطمئن على أهله، وهذا الأمر يعيق عملية الإنقاذ، لأن عملية الإنقاذ كلما كانت منتظمة وكانت سلسة كانت نتائج أفضل، والعكس بالعكس. ثم أيضا تحديد الموارد اللازمة لتدبير الأزمة، أي أننا يجب أن نرصد الموارد الكافية لتدبير تلك الأزمة، لأن أي أزمة تتطلب موارد، وفي حالة نقص الموارد، وهذا الأمر قد عاينتموه بشكل أكبر، أن هنالك الأشخاص ولا تجد المعدات، وقد تجد المعدات ولا تجد الأشخاص. وأوضح لكم مثال، في المغرب كان هنالك جماعة تتوفر على سيارة إسعاف، ولكن السائق تلك السيارة الإسعاف غير موجود، هل غير موجود، وحينما طلب منهم أن يقوموا بتقديم تلك السيارة للمساعدة في إجلاء الضحايا، رفض رئيس الجماعة بحجة أنه لن يتحمل هو مسؤولية إن وقعت هنالك أي ضحايا أو أي خسائر، فهو لن يتحمل المسؤولية. وهنا عوض أن نلقي ضحايا قتلنا حياة، وهذا الأمر مستشرين وتجده بشكل أكبر. ثم أيضا في عملية التدخل لا بد أن نراعي مجموعة من الإشكالات فيما يخص المؤسسات التي نطلب منها التدخل. أولاً، إلى أي مدى تملك تلك المؤسسات استقلالية صنع القرار؟ لأن يطلب من العديد من الهيئات التدخل، ولكنها نظامها الإداري والقانون المؤسس لها يمنع تدخلها. نحن بالنسبة إلينا كمواطنين أو كمتابعين نعتبره تقصيراً، ولكن بالنسبة له كما هو الحال في الجيش، الجيش لا يمكن أن يقوم بعملية دون انتظار الأوامر، وهذا الأمر يجب أن نكون على دراية به. وأيضا حتى لا نتهم أيضا مجموعة من المؤسسات الدولية بأنها لم تتدخل، وأنها لأن هنالك قوانين تحكم كل شيء، لأن العديد إذا كانت هنالك العشوائية في عملية التدخل فقد تنتج كوارث أكثر من تلك الكوارث التي هي موجودة ووقعت في العديد من الأماكن. تأتي السيارة لكي تنقذ فتصبح السيارة هي التي أحدثت حادثة بدل أن تنقذ قتلته، وهذا الأمر ستجدونه في العديد من الحوادث، ولعل أبرزها فيما وقع في حادثة الحج في المملكة العربية السعودية، نتج عن سقوط تلك الرافعة ما إصابة، لم تكن هناك إصابات، ولكن التدافع هو الذي أدى إلى الضحايا، لم يكن الحادث، ولكن اندفاع الناس وعملية الهروب هي التي أدت إلى وقوع الضحايا وليس سقوط تلك الرافعة، مع أنها ضخمة وإلى ذلك، ولكن الخسائر كانت مادية لم تكن بشرية، ولكن حينما الإنسان لم يدرك كيف يتصرف معها حدث ما لا يحدث منذ العقبة. ثانيا الاستجابة. ألو.
ايوه اتفضلي، معلش سامحنا يا دكتور. ايوه بنوع على النقطه اللي ذكرها الدكتور، معلش اسمحيلي، من حضرتك قبل كل احنا شيء. اللحظه هذه في بلدنا اجهزه عجزتنا جميع المناطق على مستوى دي، بس دول الاقتصاد صوتك مش واضح جدا أستاذة، يعني. صوتك مش واضح. الو هيك مستوى ايه عرفيني بنفسك، من حضرتك؟ ايه مروة بن غرسة، مدير مثل الشابات المباركة ورئيس فرع المسجد الوطني فرع جنب. باي معلش أستاذة مروة، احنا عندنا بعد انتهاء الجزئية النظري هذه في عندنا حلقة نقاش باش تكمل الموضوع هذا، ممكن تطرحي كلامك فيها حتى يكمل الدكتور في موعد المحاضرة من فضلك. إن شاء الله. شكرا 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 دكتور، شكرا. عفوا. تفضل الاستجابة، دكتور. هناك اختلافات في ظروف الكارثة الفاعلية الواقعية، الواقع التي تؤثر قدرة مؤسسة بمفردها على تنفيذ مخطط رد الفعل على كارثة أو الخروج منها. وهنا أضع مثالا، الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض بشكل مستمر ومتواهل إلى الكوارث، ولكن لم نسجل يوما من الأيام أنها طلبت مساعدة خارجية. لماذا؟ لأن لديها المؤسسات لديها القدرة على التعامل مع طبيعة الكوارث. هنالك تضامن ما بين الجهة ما بين الولايات، هذا شيء لا مفر منه، ولكن أيضا كل ولاية لا تنتظر حتى يأتيها الدعم، بل تعمل لأن لديها القدرات وبما توفر لها. لأن لو تلاحظ في الولايات المتحدة الأمريكية لا نجد هناك عتابا على عدد الخسائر، هنالك العتاب على عدم التقدير أو عدم التآزر. حتى حينما كان الرئيس أوباما آنذاك ووقعت الكارثة لم يلومه أحد، ولكن لمه على تأخره في زيارة المنطقة المتضررة، لأنهم هم أدركوا أن تلك الأشياء هي أشياء واقعية، لم يكن هنالك لوم على جهات دون أخرى، ولكن اللوم وقع عليه في التأخر في ردة الفعل. ننطلق إلى النقطة الموالية، هل كارثة محلية أو إقليمية؟ أنا أي هو مش من؟ جاش اليوم، شغله مش اللي بس ما ضربوش، هي قالت لي كان وقت بيجي كان وقت شهر الجاي. هنالك صوت ما؟ نعم هي رجاء جاتك فتح المايك تسكر، أنا لو بنسكر على الجميع بنسكر حتى على الدكتور. دكتورة ليلى هم نفس اليوم تطلب لي وقت ثاني بس بيتك. أعطيني دقيقة دكتور، خلنا نبحث عليه فاتح المايك. والله ضبط قلت لي ابصر قبل ما تقول لي المهم كشن يعني كيف صار في الصفحة شفت هذا صوت هارب. تفضل دكتور. إذا بما يخص الاستجابة هنالك اختلافات في ظروف الكارثة الفاعلية الواقع التي تؤثر قدرة المؤسسة بمفردها على تنفيذ مخطط رد الفعل على الكارثة والخروج منها. فمثلا لو لاحظنا الآن أن دولة أفغانستان تعرضت لزلزال، ولكن الزمن الذي تعرضت فيه لزلزال كان مع واقعة طوفان الأقصى. هل لاحظتم في شاشات الإعلام اهتماما بها؟ هل هنالك اهتمام بمنظمات المجتمع الدولي؟ هنالك فقط تمر فقط الأرقام، تعرضت لأكثر من هزة زلزالية ولكن لم تحرك ساكنا، أي أنها عليها التعامل مع ما تتوفر عليه والإمكانيات التي تتوفر عليها. وهذا الأمر على الأشقاء الليبيين أن يدركوه، لأن الأوضاع الدولية تختلف حسب الزمن والمكان. إذا تزامن وقوع كارثتك مع حرب لن يهتم أحد بك، لأن الكل يهتم بنفسه. وهذا وقع في صربيا حينما وقع لها كورونا ولم تعد تخلى عنها الاتحاد الأوروبي كله، لا دولة قامت بإعطائها الأدوية ولا الإسعافات أو الكمامات. ولهذا فكلما حاولنا أن نضع خطة استراتيجية أو خطة عمل أو مخططات تعتمد على مؤهلاتنا بما توفرنا عليه، لا نطلب المثالية بل بما توفرت عليه، نكون حينها نحن تسلمنا زمام المبادرة.
لا ننتظر دائما الهيئات الدولية وننتظر المنظمات هي التي تأتينا بالأطقم وتأتينا بفرق الإنقاذ بل نصلح حالنا بحالنا، لأننا نحن المضرورين والضرر أتانا، لم يأتينا من عدو آخر، فلماذا سوف نظل نشتكي أننا بحاجة، أننا ضعفاء؟ يجب أن نتحمل زمام المبادرة، لا أحد يقف من يمشي من أول وقوف، لا بد أن تمشي وتعثر وهذا ما تعلمته دول شرق آسيا. دول شرق آسيا أدركت واقعها وتعاملت معه كمعطى ثابت ولم تقل اللوم على أحد. أيضا في من حيث تحديدنا للكارثة، هل تقتصر الكارثة على مؤسسة معينة مثل فيضان؟ لأن قد يقع فيضان فقط في منطقة ما معينة، فلا نطلب الدولة كلها أن تشتغل بذلك الفيضان وأن تؤخر، لأنه محلي، يعني امتداده ورقعته ليست كبيرة. وأيضا حتى في الحرائق، إذا لاحظتم أن الحرائق كلما كان حجمها صغير لا تحظى بذلك الاهتمام. هنالك من يقول أن كلما تدخلنا بشكل أكبر كانت النتائج أو الخسائر أقل، ولكن أيضا حتى تلك التدخلات لها تكلفة، لأن حتى تلك الطائرة التي تقوم بالإقلاع وإلقاء المياه على الحرائق هي أيضا لها تكلفة. لا تحسب أن كل شيء بالمجان، ليس هنالك شيء بالمجان في الكوارث، كل شيء له ثمنه، ثمنه الاقتصادي والاجتماعي وأيضا حتى السياسي. لأن العديد من الدول مثلا، وهنا أوجد نموذجا، وقع الحرائق في الجزائر جوار المغرب، وحينما قدم المغرب أن يقدم مساعدة بالطائرات لإطفاء الحرائق رفضت. ليس الرفض ليس للعداوة، ليس فقط لعدم القدرة، وهو أيضا خوف استراتيجي استخباراتي، لأن الطائرات حينما تقلع تقوم بالتقاط مجموعة من الصور الجوية، لأنها لا بد أن تصور المكان الذي سوف تلقي فيه الماء، وإلا كيف ستنتج عمليتها؟ وبالتالي حتى في حكمنا، حتى لا نكون عاطفيين وأن لكل أمور لها خلفيات أخرى تحكمها حتى نتبين. أيضا من حيث المخطط لكيفية الخروج من تلك الأزمة، وأيضا ما يمكن الوكالات التي يمكن أن هنالك صوت ما؟ تفضل تابع دكتور، سكرت الصوت. أيضا من حيث يمكن أن تشمل أيضا أضرار قد تشمل دولة ما كإعصار أو تنظامي، أو قد تشمل أيضا مجموعة من الدول. ولعل خير مثال على هذا هو الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. لو كانت العلاقة بين الدولتين هي غير العلاقة التي هي عليها الآن، لكان التدخل أسرع وأنجع. لو لاحظتم أن التدخل في تركيا كان سريعا وبشكل ممنهج مقارنة مع المنطقة الأخرى التي هي في سوريا. هذا الأمر أيضا يجب أن يؤخذ في الحسبان، أيضا أن يؤخذ في الحسبان أن تنقطع مجموعة من الخدمات مثل الكهرباء مثل الماء أنا ومثل درك الإنترنت. لي علي صوتك طلعوني في المحاضرة هل الصوت غير واضح؟ دقيقة بس أستاذ، علي صوتك شوية دكتور. أستاذ اللي الإيميل بتاعك محمد المجرحي رزاء ما عادش تفتح المايك، رجاء خاص اللي هتفتح المايك بدون استئذان وبدون رفع اليد هنطلعها من المحاضرة. تفضل دكتور. هذا الأمر الذي يخص فيما يخص خدمات الكهرباء، هذا الأمر أيضا يجب أن يؤخذ من حيث فرق الإنقاذ وأيضا المستشفيات الميدانية وأيضا الأطقم الطبية، لأن مجموعة من الفرق تعتمد في تدخلاتها على الآلات تشتغل بالكهرباء. وبالتالي هنالك حتى إذا أتيت بالآلة ولم تجد الطاقة التي تشغل الآلة، فما فائدة تلك الآلة؟ أيضا أن يكون في الحسبان أن المؤسسة موظفوها هل هم نجوا من تلك الكارثة، لأن مجموعة من هنالك صوت ما؟ تابع دكتور، حتى لو طلع صوت أنا هنسكر. تابع
يكون منظفو المؤسسة نفسها مشغولين بأنفسهم وأسرهم وممتلكاتهم، لأن أيضا لو أخذنا في المثال مثلا الأطباء وغيرهم، فهم أيضا لهم أسرهم ولهم ممتلكاتهم، فوقت الأزمة كما قلت الكل يقول نفسي، وبالتالي قبل أن نطلب من الفرق التدخل الميداني، أولا أن نطمئن أسر تلك الأطقم، لأن تلك الأطقم أيضا لها أسر ولها ممتلكات، وبالتالي لا تطلب من شخص أنه لا يعرف كيف حال عائلته أن يذهب لإنقاذ عائلة أرواح أخرى، يقول لك أين حد، وإن كان في الأمر شيء من الأنانية، ولكن أيضا هو إنسان والإنسان مختلط بين العواطف والعقل، فلا نطلب منه أيضا أن يكون آلة، لأنه أيضا له آباؤه وأبناؤه إلى غير ذلك، فحتى إذا قام سوف يقع اللوم عليه، إذا ما ذهب وأنقذ آخرين وترك أهله فيما بعد سيقع اللوم عليه، وقد يتبعه ويعتبره عارا إلى يتبعه طوال حياته ويشكل كاهلا، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ في الحسبان. أيضا من حيث وقوع هذه الكارثة، هل هذه الكارثة وقعت في وسط مدينة؟ هل وقعت بساحل؟ لأن دور تحديد الموقع له أهمية بالغة، لأن لو لاحظتم وصارت أنا النموذج الخاص بكم، أن العديد من المدن التي وقعت فيها الفيضانات هي مدن تعتمد على الجسور، بمجرد تدمير الجسور انقطع السبيل إليها، لم يعد هنالك سبيل، وهذا الأمر أيضا يجب أن يؤخذ في الحسبان من حيث الجيلات، وأيضا من حيث تجهيز الأطقم. وكنت أحاول أن أطرح عليها سؤالا للمتدخلة الأولى، ولكن نظرا لوجدت أنها قد تأثرت بشيء من ما فلم، لأن هنالك مجموعة من الممرضين والمسعفين لديهم فوبيا من الأماكن المرتفعة، أو لديهم فوبيا من الصعود إلى المروحات أو إلى غير ذلك، أو لركوب البحر، هنالك من لديه فوبيا من ركوب القوارب، هو يمكن أن يشتغل في البر، ولكن لا يمكن له أن يشتغل في، وهذا الأمر لا يؤخذ في الحسبان حتى في التكوينات. لاحظتم أن مجموعة من الأشخاص حتى وتجدهم يعملون بشكل دي، ولكن بمجرد ما يرى تلك المشاهد إلى غير هذا لا يستطيع أن يعمل أي شيء، هو يصبح بدل أن يصبح منقذا هو يصبح يبحث عن من ينقذه، لأنه أصبح أيضا من الضحايا. أيضا من حيث الموقع، أيضا كما تحدثنا، يكون الهدف من هذا التحديد هو تحديد القرب أو البعد من المصالح الطوارئ، لأن القرب والبعد له أيضا ارتباطات ونتائج أخرى. وبالنظر في المخططات الحالية للكارثة التي تم وضعها من قبل المؤسسات، بقراءة الحسابات والاستجابات المحددة للكوارث الفعلية من جانب المؤسسات، وليس المقصود في هذه من هذه المبادئ الإرشادات تقديم نموذج محدد يجب اتباعه، بل تحديد الأسئلة التي ينبغي لكل مؤسسة النظر فيها عند وضع خطتها الخاصة بها، وينبغي أن تضع إجابات تتوافق مع احتياجاتها وظروفها الخاصة. ومع ذلك كل مؤسسة بمفردها يجب أن تجري فحصا دقيقا لظروفها الخاصة، وهنا سأذكر أمثلة، لأن مجموعة من المؤسسات تكون لديها مجموعة من المعدات، ولكن غياب الصيانة أو أنها كانت مركونة لمدة زمنية، حينما نحاول أن نقحمها قبل هذا قد تتوقف أو تتعطل أو تحدث كوارث، لأن مثلا السيارة الإسعاف التي تكون مجهزة بالأدوية إذا وقع فيها عطب ما سيتوقف الجهاز، وذلك الجهاز يعتمد عليه ذلك المريض أو الشخص المعطوب، وبالتالي تصبح هي مصدرا للألم وليس مصدرا للأمل.
وهذا الأمر ستجدونه بشكل كبير، لا على مستوى رافعات، لا على مستوى جرافات، لا على مستوى المعدات الطبية من حيث الفحص، من حيث غرف الطوارئ إلى غيرها، لأن ذلك نتاج لتراكمات، لأن لا تأتي الأشياء جملة واحدة، بل هي تأتي نتيجة لتراكمات. أي هنالك إهمال متوارث، هذا ستجدونه في جميع القطاعات، ليس فقط في الصحة، في جميع القطاعات الأمر موجود ومتطلباتها، ومن ثم توضع خطة تأهب للكارثة لتلبية احتياجات خاصة. دكتور الاستعداد، نعم اسمح لي في السؤال، هل حضرتك هتقسمها لأجزاء وتعطيهم فرصة للنقاش، لأنك تطلع من نقطة تدخل لنقطة أخرى لربما يكونوا مش فاهمين جزئية معينة؟ لم يبقى إلا لوحة واحدة وأنتهي من هذا الجزء. خلاص تمام، تفضل دكتور معك. وضع خطة للوقاية، يجب أن تكون الخطة متسقة مع تقييم المخاطر والموارد المتاحة، مع ضرورة تعيين مسؤول الفريق وتنسيق خطة المستعجلة يكون قادرا على المواجهة والتواصل مع مديري المؤسسات الأخرى، بما في ذلك تعيين القائم للفريق العمل وتحديد أدواره، كما يجب عليه القيام بما يلي: أولا، إعلان حالة الطوارئ وتفعيل الخطة، توجيه الفرق أثناء التدخل وإعادة التأهيل، إدارة العلاقات مع وسائل الإعلام ومع شركات التأمين، شراء أو تأجير المعدات المخصصة، الكشف على الخطة والتأكد من أن الخطة المتاحة على نطاق واسع في شكلها الورقي، ويجب أن يكون التوزيع على الجميع. سيناريوهات لضمان الحد الأدنى من إعادة التشغيل، وهنا يجب الإشارة أنه لا يجب إهمال ما بقي من المناطق، لا على مستوى التدخلات، لأن ما يلاحظ أن خلال وقوع كارثة ما يتم محاولة إنزال لكل الأطقم، أي طاقم أو أي طبيب في أي مكان نأتي به إلى الميدان، ولكن أيضا حتى السكان الذين هم خارج منطقة الضرر أيضا لهم حاجيات، حتى لا تصيب تلك المؤسسات بالشلل، وألا نلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية بالأفراد الآخر، لأن بالرغم من أن المنطقة التي تعرضت للضرر هي أكثر حاجة، ولكن أيضا لا نكون نميل كل الميل، لا نشفق عليهم، لأننا لا يجب أن نغلق المدارس ونغلق المستشفيات في المناطق الأخرى لكي يأتي الطبيب من تلك المناطق لكي يعالج الأشخاص في المنطقة المتضررة. يجب أن يتم هذا من أجل المستخدمين في أقرب وقت ممكن وبعد وقوع الكارثة، وهذا الأمر يتوافق بطبيعة الحال على مدى الضرر التي تتسبب في إصابة المباني، وما إذا كانت قد أصابت المبنى فقط أو المنطقة كلها. التحرك والتدخل عند وقوع الكارثة، نضع في اعتبارنا أن سلامة الأفراد هي دائما الأولى في حالة الطوارئ، أي أننا لا نطلب من الأطقم التدخل والكارثة لا تزال موجودة، لا نطلب من الأطقم أن يتحركوا وهم على أنفسهم خطر، كما يقع الآن في الحروب، هنالك قصف وتذهب السيارة الإسعاف لتنقذ وتقصف حتى هي، لأنها دخلت إلى منطقة عسكرية. وبالتالي هنا يطرح السؤال في كيفية التدخل، لأن حتى التدخل لا يجب أن يكون تدخلا عقلانيا، وهنا يجب أن نركز على المنطقة، وأيضا هل امتدادها وأيضا توجهها. وأقف هنا حتى لا أطيل، وأتيح لكم المجال للأسئلة والاستفسارات إن كان هناك. أساتذتنا الكرام أخواتي، رجاء خاص واحدة واحدة باش الكل يفهم. أول أخت اللي بكريكا قطعتها وسألت، نسيت اسمها، تتفضل هي أول واحدة تسأل، وبعدها راح نسأل سؤال أختنا محمد المجرحي اللي تعبتنا طول الوقت، باش بشوي بشوي هيتفضلوا بالواحدة. بالله أبو فرح أبو راوي تفضلي. السلام عليكم.
مساء الخير. وعليكم السلام، مساء النور، مساء تفضلي النور. معك الدكتور. مرحبتين دكتور، أنا في مرحبا. شيء استدركني حابة نفهم من ضمن الوقاية من الكوارث الطبيعية، اللي هي الالتزام في معرفة المخاطر اللي موجودة في المحيط في المنطقة، المعدات الطوارئ، إمكانية مثلا التنقل، التكيف في الجو اللي صار في المحيط اللي احنا فيه. نبي نعرف شن هي كيفية مكافحة تغير المناخ، كيف نتأقلم احنا مع المكافحة، هي شن هو هذا الشيء استدرجني حابة نفهمه من ضمن تبع طرق الوقاية من الكوارث الطبيعية. سؤال بس، حابة توضيح بسيط لكيفية مكافحة تغير المناخ، وآسفة على المقاطعة. شكرا، شكرا للموصول لها. فيما يخص إشكالية التغير المناخي، فإشكالية التغير المناخي هي إشكالية كبيرة، وأيضا نتائجها تختلف، لأن هنالك مجموعة من المناطق قد تواجه فيضانات وأخرى قد تواجه جفاف، وهنا يختلف الإجراء ما بين الجفاف وما بين الفيضان. وأيضا هنالك مجموعة من المناطق قد تعرف انتشارا لظواهر لم تكن تشهدها، كما هو الحال الآن في ليبيا. منطقة البحر الأبيض المتوسط لم تكن تعرف الأعاصير، كما هو الحال في بحر الكاريب والمحيط الهادي. كانت الأعاصير هي تعرفها نطاقات جغرافية محدودة لم تكن بهذا الاستفحال، حتى في الخسائر لم تكن بمثل هذا. هي أيضا لها تحديات أو مجموعة من العناصر تدخلت، لأن التعمير انتشر بشكل كبير. لا يمكن أن نقارن مدينة درنا قبل 20 سنة والآن، وقبل 50 سنة والآن، وبعدها من هنا حتى 20 سنة في الأمام. وبالتالي كل تغير مناخي، كل دولة تضع استراتيجيتها للتعامل معها حسب الخطر الذي تتعرض له. مثلا المغرب يواجه الجفاف، وأيضا حتى ليبيا، وأيضا إذا لاحظنا السودان يواجه إشكالية الإرمال، لأن الرمال صارت تفتتح العديد من المدن، طمرت العديد من المدن، ليس فقط الغابات أو المناطق الزراعية، بل طمرت حتى المدن. الناس يخرجون من بيوتهم لأن الرمال غزتهم. فإذا قمت بنزع الرمال اليوم ستأتيك غدا. والحل ما زيد حلا، هنالك مرة حل. وبالتالي كل دولة لا يمكن أن نعطيها، كما سبق وأن بينت الآن، لا نعطي خطة تعمل لجميع، حتى في معالجتنا للأمراض. لو لاحظت أن العديد من الأشخاص يكون لديهم نفس المرض، ولكن لا يتم علاجهم بنفس الدواء. وبالتالي الأمر يكون مرهونا بالأشخاص بنوع الخطأ الذي يواجهونه، والإمكانيات التي يتوفرون بها، ودرجة الوعي لديهم. هذه هما العناصر الأساسية للمجابهة، لأن هنالك من يريد أن يضع حلا نهائيا، وهذا غير ممكن، لأن المناخ لا يمكن لأي دولة تتحكم فيه. حاولوا بشتى الطرق وشتى الوسائل لكن دون جدوى. وضعوا الحواجز على مستوى السواحل حتى لا تنجرف السواحل، جرفت تلك الحواجز. يعني لأن الإنسان يريد أن يتفوق على الطبيعة، والطبيعة كما تعلمون هي شيء لا فوق قدرة الإنسان، شيء يمكن أن تنزع أن تأتي أن تأتي أن يأتي إعصار ويبيد قرية ولا يبقي منها شيئا، وقد يأتي إلى بحيرة ولا يترك منها لا سمكا ولا ماء ولا غيرها، ويأتي بركان ويخمد على مدينة في حالها. وبالتالي الأمر فضفاض إلى حد ما، ولكن هذا هو ما ينتهج لحد الساعة في هذا المجال. وإن كان هنالك من استفسار آخر فأنا على الاستعداد. شكرا دكتور. شكرا دكتور. يا ريت اللي رافعين اليد، أستاذة ميساء التاغدي تفضلي، وراح نعطيكم بالدور يا جماعة، هذه الآن حصة النقاش. أستاذة ميساء التاغدي تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
تحياتي لجميع أعضاء المجلس وللدكتور إن شاء الله، ولتحياتي لك مركز الياس الياسر للتدريب والاستشارات. منصة اليسار للعلمية والتعليمية. اليسر اليسر عفوا، هو نوع الكوارث هو دائما محتاج لميزانيات ضخمة بالملايين والمليارات، فهل صندوق التدخل يعني اللي هو المجتمع الدولي يتدخل؟ لان زي توا كانت الدرنة ما حسيتش ان المجتمع الدولي يتدخل في موضوعها، فكان الموضوع كله من هبات من الناس يعني. هذه نقطة اللي لاحظتها انا كمواطنة نتابع من بعيد. ايضا الفرق اللي المفروض ان هي تتدخل زي الصليب الاحمر كانوا جزء من الدول اللي دخلت معينة، وفي دول تانية ما بدش تتدخل يعني كأن ليبيا بالنسبة لهم مهمشة، ف يعني حسيت انه المفروض يتدخلوا هم في المواضيع هي يعني. بس هذا سؤالي. شكرا لما وصل لي السؤال. هذا الأمر ستجده في الجزء الموالي، لأن كما قلت لكم أن كل مؤسسة لها قوانينها الخاصة. لا نطلب من العالم أن يهتم بنا. قلت لكم أن أفغانستان تعرضت لزلزال، لا أحد ذكره. هل تجدينه في الأخبار؟ هل تجدينه في الإعلام؟ لأنه تزامن مع حدث أكبر. حينما ينتهي هذا، حينها سينشغلون بأوكرانيا، حينها إذا أتى حادث آخر. وبالتالي لا تطلبي من العالم أن يقدم لك ما تطلبين، لأن أيضا حتى لتلك المؤسسات، وهذا سنذكره، لها عتبات في تحديد هذه الكوارث، لأن لا يمكن أن تقع حادثة سير ونقول أنها كارثة، ولا يمكن أن يقع فيضان في مدينة ما ونقول على المجتمع الدولي أن يتدخل، لأنها ترتبط بمجموعة من المحددات التي تحدد طبيعة حتى التسميات. حتى في الإعصار لا يمكن أن نسمي أي واقعة من الجو تأتي رياح عاصفية ونقول إعصار، لا يمكن أن نقول إعصار. الإعصار له أيضا شروطه من حيث السرعة، من حيث الخسائر، إلى غير ذلك. وبالتالي هذا وضحته منذ البداية، قلت لهم لا نطلق الأحكام دون سابق علم، لأننا ما نعمله الآن هو أننا نطلق الأحكام دون علم، لأننا كلما علمت بالشيء صرت أكثر اتزانا في الحكم عليه. لا نحكم على الأشياء من المظهر. المجتمع الدولي لم يأتي، المجتمع عندما، لأن أيضا حتى الدول لها علاقات. لو وقع شيء ما في دولة نائية أخرى لكان الأمر أكثر استفحالا. وأعطيك مثالا لبنغلاديش، دولة بنغلاديش لا أحد يهتم بها لأنها دولة فقيرة، لا موارد لها، لا شركات تستثمر فيها، يقع لها الفيضانات بشكل دوري وتأتي في الأخبار ويكتفي فقط بالأرقام. الهند نفس الشيء، الهند وقع فيها في اليوم السابق حادث لخروج قطار عن سكته، وكان هنالك مجموعة من القتلى. هل اهتم أحد بهم؟ قد يكون القتلى أكثر من فلسطين، وقد يكون أكثر من درنا، ولكن ليه اهتم أحد بها؟ لأن تلك كما قلت لك، تلك أيضا تدخل في العلاقات الدولية ما بين الدول وأهمية كل دولة، لأن ليس هنالك في المجتمع الدولي شيء يعطى جانب الإنسان. جانب الإنساني نستخدمه فقط كغطاء، أما ما يوجد في الخلف فهو، لأن حتى تلك الأطقم التي تأتيك للميدان لها حاجيات، لا تطلب منها أن تبقى في العراء، أي أن توفر لها حاجيات ومستلزمات، وتفرض عليك شروطا، وتلك الدولة قبل أن ترسلك تفرض عليك شروط، وأيضا إذا وقع لها كارثة عليك أن حتى أنت أن تقوم برد الجميل كما يقال. وهذا لا يتاح لجميع الدول. هل لليبيا الإمكانيات التي لدى إيطاليا أو فرنسا أو الولايات المتحدة؟ لا يمكن. وأيضا من حيث إعطاء للميزانيات الضخمة للدول لكي تعمل ليس بالضرورة. وأعطيك مثال على هذا، دول بحر الكاريب ما يوجد فيها إلا الدول الفاخرة في أمريكا اللاتينية، المكسيك، فنزويلا، كوبا، إلى غيرها، وهي أيضا تعاني من الأعاصير بشكل دوري، هي لديها الأعاصير بشكل دوري، وأنتج دليلا ب 500 صفحة.
هل شاهدتهم يشتكون؟ لو رأيت لو نظرت إلى المكسيك لقلت كيف لهم أن يعيشوا في ذلك في تلك الأوضاع. وبالتالي ولكن كل دولة تضع استراتيجيتها وخطتها حسب الموارد التي تتوفر عليه. اليابان كلها فوق سلسلة زلزالية، لا يمكن أن يمر يوم وأن لا تجد فيها الزلزال. هل شاهدت يوما من الأيام أنها تطلب مساعدة من المجتمع الدولي مع أنها لا تتوفر على موارد، ولكنها استثمرت في الإنسان، استثمرت في التكنولوجيا، أدركت وعت كيف تتعامل مع الكارثة. الإشكالية لدينا ليس في 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 قلة الموارد، بل في توظيف تلك الموارد. لو لاحظتم في التصريح الذي قدمه أردوغان في عقب الزلزال ماذا قال؟ قال أن 60% من المباني في المدن التي تعرضت للزلزال لا تحترم ضوابط البناء، أي أن هنالك خلل منذ البداية. يعني لو قمت بالمراقبة فيما قبل لكانت نتائج أقل، لأن العديد من الأشخاص يبني في مجرى واد أو يبني في منطقة ساحلية، وتلك المنطقة الساحلية السواحل تعرف بأنها مناطق الانصباب، أي فيها يتم يضع الوادي ما حمله من عاليته، وتلك المواد تكون غير صلبة أي تتحرك. لو لاحظت أن الرمال التي تمشي عليها في الشاطئ تتحرك، وتلك الرمال لا تتحمل البناية الضخمة، ولكننا هنالك رغبة من جانب سياحي واقتصادي لكي يسمح، فيتم تمر الجانب الخطر وجانب البيئي على حساب الاقتصاد، وهذه معادلة ضخمة هي أيضا من أسباب عدم النجاح في التغيير المناخي، لأن هنالك صراع ما بين البيئة وما بين الاقتصاد. لأن إذا أردت أن تحافظ على البيئة يجب أن لا تستنزف الموارد. ما الذي جعلنا في التغييرات المناخية؟ هو استنزاف الموارد، استنزاف أكثر مما تستحمله البيئة. ألو لاحظت أن هنالك قارة في العالم الآن، هنالك قارة سادسة هي قارة عبارة عن مجمع بلاستيكي من البلاستيك، ليست منذ الثمانينات، وهي كل ما يتم طرحه في الأودية وفي البحار والدول يتم جمعه هناك. جميع أي قنينة ألقيت في ليبيا ستجدينها هناك، إذا أكتب فيها اسمك ستجدينها في البحر القطبي الجنوبي، في القارة القطبية الجنوبية. وهذا الأمر له عقبات وله ارتدادات في المستقبل على الأجيال المقبلة، سنرى أشياء أكبر. ولهذا صرحت في أكثر من لقاء أن هذه الظواهر لم تعد تقتصر على مواطنها الأصل، لا ترى أي شيء ممكن أن يقع في أي دولة دون سابق إنذار. لماذا؟ لأن أي خلل في البيئة لا ينتج في المنطقة التي أحدثت الخلل، قد يقع الخلل في يقع الضرر في بيئة ما وتكون النتائج هنا. فمثلا لو وقع انهيار في سد النهضة من سوف يغرق؟ ستغرق السودان ومصر. يعني أن أين وقع الكارثة؟ أين وقعت؟ وقعت في إثيوبيا، ولكن من سوف يتضرر؟ دول المصب. ممكن الآن حينما يتحدثنا في التغير المناخي يقولون أن مدينة نيويورك ستختفي في 2050 و2100، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم لذلك، لأن ذلك بعيد بالنسبة لها، ولكن التوقعات قد تقع وقد لا تقع. وبالتالي أن النظر إلى المخاطر والكوارث الطبيعية يجب أن يأخذ بعدا كبيرا، لا ننظر إلى الأشياء أنها كبيرة وضخمة، بل هي بسيطة بإجراءات بسيطة ممكن أن تحل أي مشكل. هل من سؤال آخر؟ نعم ما شاء الله، هلبا رفع اليد. أستاذة سمية موسى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي معك الدكتور. تحية طيبة للجميع. بالله يعني عندي سؤال، شن الفرق ما بين الخطر والمخاطر؟ يعني بكري تطرقت لها في بداية المحاضرة. بالنسبة لما يخص الخطر سأوضح لك خطر. الخطر مثلا أنا أقود سيارة،
لو قدت السيارة بسرعة كبيرة، ماذا يسمى هذا؟ يسمى خطر. والمخاطر إذا قمت، والمخاطرة هي إذا قمت بعملية تحويط، أي ما يطبق في الشوارع، أي بعملية التحويط، أي الضغط على الفرامل بقوة حتى تتزحلق السيارة، هذه تسمى المخاطرة. والخطر أو الخطر الكامل الذي يمكن هو أن تقع كارثة، يعني ممكن أن تنقلب السيارة، ممكن أن أصطدم بشيء ما. هذا هو بشكل مبسط وواضح. إذا لكن كان كيف هنالك نقدر، عمود، معلش لو سمحت، كيف نقدر أنا نطبق هذا على اللي موجود في البيئة؟ يعني الخطر، يعني مثلا دراسة البيئة كاملة باش نعرف وين موجود الخطر، أو الـ بيكون فيه معناها فيه موجود خطر، يعني الناس موجودين في خطر، ما هيش مخاطرة هذه، بس موجودة في خط الخطر، يعني بنقوله هيك يعني. هو في البيئة، وإن كان في الأمر اقتطاع لجزء من الأجزاء المقبلة، فأنا أعطيك مثالا لذلك. مثلا المناطق الجبلية هي مناطق خطر. لماذا هي مناطق خطر؟ لأنها مناطق غير ثابتة. لماذا؟ لأن فيها الارتفاعات، احتمال أنك إذا كنت في مناطق جبلية فأولا لديك الضغط، لأن الهواء يصبح الضغط ينقص الهواء، الضغط من حيث أن الصعود يكون شاقا، أيضا تحرك للكتل الجبلية التي فيها، لأن ممكن أي في أي لحظة أن تسقط، أن يسقط حجارة أو يسقط شجر من، وهذا ستلاحظونه في المناطق التي تكون فيها طرقات جبلية، فستجدين أن في مجموعة من المناطق تجدين تشويرا يبين لك أن هنالك تساقطا للحجارة، وأنه يعني هذا يسمى خطر. والمخاطرة هي أن أذهب بسرعة أو أذهب ليلا، هذه هي المخاطرة. عملية المواجهة تكون بتقليل من حدوثه، أي بأنني أنا لما أذهب إلى منطقة جبلية أكون على علم مسبق بما يمكن أن يصادفني منها. مثلا لو قلت لكم الآن ستخرجين من البيت وتجدين أسدا، ستكون استعدادك النفسي ليس كما خرجت ووجدت. لو خرجت ووجدت ستكون الصدمة أكبر، ولكن إذا علمتك أن هنالك أسدا في الخارج سيكون لديك استعداد. هذا ما يسمى، لأن لا يمكن لك أن تحدي المخاطر. حوادث السير يمكن أن تقع في أي مكان وزمان، ولكن ما الذي يمكنني أن أفعله أو أقدمه تجاه ذلك الخطر هو أنني أقلل، أراقب السيارة، لا 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 أذهب بسرعة مفرطة، أرتدي حزام السلامة، أحترم التشويرات أو علامات المرور، وبالتالي هذا هو ما يمكنني عمله. أما الحادثة إذا كانت ستقع دون سواء فعلت ذلك أو لم تقع، ولكن ما يمكن لك أن تنجزه أنت أو تعمله هو أن تتجنب الأسباب. لا يمكنك أن تحد منك المخاطر، كما يقول تتعدد الأسباب والموت واحد. الإنسان ممكن أن ينام على سريره ويموت، ويمكن أن تصدمه سيارة ويموت، ويمكن أن يسقط من جدار ويموت، يعني يمكن أن يذهب إلى السباحة ويغرق ويموت. يعني أن الأسباب متنوعة، ولكن أنا أعمل ما يمكن لي، ما باستطاعتي ومقدوري لتجنب تلك الأشياء. أما أن تقطع المخاطر فهذا الأمر كما يقول فوق المستحيل، لأن المخاطر هي شيء وجودي، وحادثة طوفان نوح تعد من بين الكوارث التي تحدثت عنها الديانات السماوية كما ذكرت. أمي سؤال آخر؟ هناك تغير في المناخ في ليبيا، يعني على حسب ما يتحدثون الآن أن هناك تغير في المناخ في ليبيا. احنا كنا ما نعرفوش حاجة اسمها إعصار ولا ربما فيضانات، نعم، لكن إعصار أو زلازل أو هزة زي اللي صارت يعني ما كانتش عندنا بالذات في السنوات هذه، يمكن تقريبا أكتر حتى من 50 سنة مش متعرضين للأشياء هذه. فهل فيه هو تغير في المناخ يعني؟
الإشكال وقع بين العلماء حول تعبير عن التغير في المناخ، لأن أيضا عمر الإنسان إذا قورن بعمر الأرض فهو لا شيء. الأرض أكثر، الإنسان بدأ فوق الأرض أكثر من 4 مليون سنة، الأرض لديها أكثر من ذلك. وأيضا من حيث تفرقة بين الأزمنة المناخية نميز بين آلاف السنين. وهذا الأمر، هذا هو الإشكال. الإشكال هو في عتبة القياس. ممكن أن تقول لي أن الواد لم يأتي منذ 20 سنة، ولكن الواد قد أتى قبل أن تأتي أنت إلى الحياة، أو لا أن تستوطن ذلك المكان. ولكن بمجرد ما تعود الظروف التي تسمح بنشوء الواد، سوف ينبع في تلك المنطقة التي كان فيها قبل 100 عام أو يزيد. وأيضا من حيث هذه الظواهر، كما قلت لكم أنها ظواهر ستعرف انتشارا بشكل أكبر خارج نطاقتها العادية، أي نطاقة التي كنا الأشياء التي كنا نسمع عنها في التلفاز سوف تكون واقعا أمامنا، لم يعد الحال كما كان. وهذا الأمر الكل يفسره بدرجة فهمه، لا يمكن أن نقول أن وقع هنا تغير مناخي. ولكن إذا طرحنا السؤال، هل الإنسان حينما يستوطن مكانا ما هل يأخذ بعين الاعتبار المخاطر والكوارث؟ هذا الأمر إذا أردنا أن نجيب فهو لا، لأن العديد من المدن إذا لاحظتها في ليبيا وخارجها يتم التشييد بدون حسيب ولا رقيب، حتى وإن كانت هنالك تصاميم أو مخططات للمدن، ولكن لا يتم احترامها، ولا على مستوى لا على مستوى مواد البناء، لا على مستوى القوانين، لا غير ذلك. وهذا الأمر مرتبط، لأنني وضحت هذا في المقدمة، أن هذه العناصر ترتبط عناصرها بعضا ببعض. لا يمكن لك أن يمكن لك أن تقولي مثلا الآن أن فيضان السد هو نتيجة عن الصيانة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الصيانة، هنالك أسباب قد يكون سببا، وليس ليس كل الأسباب، هنالك سبب آخر، قد يكون الانجرافات أو عملية استفاف وقعت في العالية، أو أن وادٍ من الأودية عرف تساقطات مطرية أكثر من اللازم، ولم تكن هنالك إعداد للقنوات لكي تستقبل، حتى قنوات الصرف الصحي التي تستعمل إذا لاحظت في الولاية في الصين التي هي من الدول التي تجهز، ويقع هنالك فيضانات لأن حجم التساقطات كان أكبر من قدرتها الاستيعابية. يعني لا تطلب من إنسان مثلا هو كان ينجز من الأعمال مثلا ينتج 40 أو 50 من الأحذية، وتطلبين فيه من يوم من الأيام أن ينتج لك 100، لأن قدرته يقول لك هذه قدرتي، ما يمكنني أن أنجزه في ذلك الوقت، هو ما يمكن إنجازه. ممكن أن يضيف عمال آخرين، ذلك ممكن، ولكن قدرة كل إنسان لها محدودة، الإنسان له قدرات محدودة، ممكن أن تتطور، ولكن مع الزمن قد تزيد وقد تنقص، وهذا الأمر ستلاحظينه في نفسك، حتى من عملية في حديثك مع أبنائك، لا تجدين الآن الصبر الذي كان عندك قبل 2 أو 3، ولن يكون من لماذا؟ لأن الإنسان هكذا خلق من قوة، وبعد ذلك سيمشي إلى ضعف. ولذلك لا نحاول أن نفسر كل شيء بسبب واحد، تتضافر مجموعة من الأسباب، وقد تكون هنالك أسباب لا علاقة لها من الناحية الظاهرية بوقوع الشيء، ولكن تؤدي إليه، لأن مجموعة من الفيضانات تقع لأن البحر كان هائج، لأن مجموعة من الأودية تتم تصريف الماء في البحر، ولكن إذا كان البحر هائجا يرتد ذلك الماء، فعوض أن يصبح الوادي هو الذي يخرج الماء هو الذي يدخله، وهذا ومن ينتج عنه فيضان فيلحق الأضرار بما يلحق بجانبه من الوادي. هل الوادي هو السبب؟ البحر هو السبب، ولكن البحر لا يمكنك أن تتحكم به. إذا كان الوادي يمكن أن تقوم بعملية التنظيف وصيانة، ولكن البحر لا يمكن لك أن تقوم له بعملية، لا يمكن أن تذهب إلى البحر وتقوم بصيانته أو بوقف التيارات المائية. ولذلك نحاول أن نكون أكثر عقلانيين في اقتراحاتنا لتلك الأشياء، حتى لا نلقي بالتهم كما يقال، نكون بشيء من الموضوعية. هل من سؤال آخر؟
بارك الله فيك. شكرا جزيلا. راح نشوفه في القائمة دكتور حتى ما نظلموش حد، الجميع يسأل. أستاذة محمد المقرحي، لأنك بكيك تسألي فبإمكانك الآن توجيه سؤالك مباشرة للدكتور، تفضلي. أستاذة صاحبة إيميل محمد المقرحي، يا ريت تسألي أو نعطي اللي بعدك. أستاذة نبيلة التاجوري تفضلي. أستاذة نبيلة التاجوري تفضلي. السلام عليكم. والله أنا تمنيت أن وعليكم يكون السلام. آخر خلاص الأسئلة، تمام لأنني عادي أستاذة، إذا حابة نعطي اللي بعدك. الأخيرة لو سمحت. شكرا. حاضر تفضلي. مفيدة جلوتا تفضلي. أستاذة مفيدة، ولا سألتي يا أستاذة مفيدة؟ أستاذة مبروكة مبروكة، يعني أنا نقرأ في أسماء الإيميلات. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم أستاذة مفيدة. السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام. انتظري. السلام عليكم جميعا. وعليكم كلمة السلام. شكر كلمة شكر لدكتورنا الفاضل، تعجز كلمات الشكر عن شكره من أعطى بدون ملل. دكتورنا الفاضل، كفاءات عربية مشرفة، الرقي عنوانكم، السمو أخلاقكم، والعطاء لامحدود منهجكم، كل الود والتقدير. الصف 28 حرف اللي تنسج لك دكتور الفاضل أجمل عبارات الامتنان والعرفان. دكتورنا، وان قلت شكرا فشكر لا يوفيكم حقكم، بوركت وبوركت جهودكم جميعا وشكرا. الشكر موصول لك، نحن هنا لزكاة العلم في نشره. اي أيوة والله. ما عندك سؤال استاذة مفيدة؟ دكتورة لا، شكرا دكتور كلماتك الحلوة بارك الله فيك. مثلا فيش جدا. شكرا منسقتنا الغالية. شكرا. العفو حبيبتي. اللي الايميل محمد المقرح تفضلي، اعطيتك الاذن. ها السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف يمكن حدد نوعية التربة تتحدد من حيث الكوارث اللي تصير في الجبل والهضاب؟ فيما يخص هذه، هي جزء هي جي في الجزء الموالي من الشرح، حتى لا أعيد لكم. مثلا يصير في الهضاب والجبال، تعطي تحديد للكارثة اللي بتصير مثلا على الجرفانج الوادي هيك. أستاذة، قال لك الدكتور سؤالك هيكون إجابته في، مش هي مقسمة المرحلة الأولى المرحلة الثانية، هيكون في المرحلة الثانية شرح وافي ومعها نقاش، فنأجلوه معناها شكرا. للشرح. تفضلي. شكرا دكتور. شكرا. ميساء التاغدي بارك الله فيك دكتور. العفو. أستاذة ميساء التاغدي، يا ريت اللي تسأل تخفض الإيد متاعها حتى نظبطكم. السلام عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته. هل الإشعاعات النووية، الانفجارات النووية هي تسبب في الحوادث؟ هي كإحنا كبشر أيضا نساهموا في حدوث هالكوارث هذه، نساهموا. أيضا عندنا دولة اليابان، يعني أكثر دولة في العالم معرضة للزلازل، وهي مبانيها كلها يعني مجهزة للزلازل. يعني هل نستفيد من خبرة الدولة هذه اليابان، تعتبر الكوكب اليابان؟ فهذا سؤالي فقط يعني. شكرا. هو بالنسبة للدولة، كما وضحت في المربع الذهبي، هو الوعي. إذا وعيت بالشيء تدرك كيف تعمل، تستطيع أن تتعامل معه. إذا وعيت مثلا بضعفك في مادة ما، أو في عمل ما، أو في شيء ما، تعرف كيف تتعامل معه إذا وقعت فيه. اليابان لأنها دولة، وبالرغم من أن هذا وإن أيضا تحدث بها خسائر، ولكن الإشكال الذي يطرح، هل لدينا الإنسان الياباني في ليبيا؟ هذا هو السؤال. سؤال اليابان حينما ألقيت عليها القنبلة النووية في هيروشيما وناكازاكي، في اليوم الموالي خرج الطلاب إلى المدارس ليدرسون. في درنا توقف كل شيء، كأن قامت القيامة ولم يعد بأحدنا فسيلة. وهذا هو الإشكال، الإشكال في العنصر البشري الذي يستوطن. هنالك أيضا في الجزء الموالي سيكون فيه جزء، وسأوضح لكم الأمر،
أنت ذكرتي فيما يخص الزلازل، أيضا سأذكره من حيث الأعاصير، كيف نهجت كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وضعت استراتيجية للتعامل معها، وحتى لا نحرق الأوراق نترك إلى ذلك الوقت. هل من سؤال آخر؟ شكرا دكتور. أستاذة مبروكة مبروكة، تفضلي أسألي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفوا بأسماءكم لما تبدو، غير أنا نقرأ في اسم الإيميل. إن شاء الله. أنا الأستاذة مبروكة مسعود المريمي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية عزلة جامعة صبراتة، وعضو منتسب جديد للمجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية ورئيس فرع رجدالين. طبعا قبل كل شيء نشكر الدكتورة ليلى سويسي على إتاحتها الفرصة القيمة إن احنا نحضر هالدورة التدريبية في أزمة ممكن تساهم في وضع خطة جديدة وجديرة بإنقاذ لو كانت فيه مراحل وأزمات قادمة، يعني إن شاء الله ما يكونش فيه، يعني بعد ما تدرنا عن النفسيات قاعدة والله تعبانة. أتكلم الدكتور على إعادة البناء. بنسأل الدكتور يعني هل من خلال إعادة البناء، يعني ما بعد الكارثة هو بيكون هذا إعادة البناء، هل كارثة درنا تحتاج لفترة يعني طويلة، رغم أنه هو الدكتور ممكن مش من ليبيا من دولة شقيق، لكن أكيد عنده حيثيات الموضوع والكارثة اللي صارت بمنطقة الشرق العزيز. درنا هل إعادة البناء في المنطقة المنكوبة يحتاج لسنوات أم لشهور؟ يا ريت يفيدنا الدكتور بخطة يعني تكون تتماشى مع الوضع اللي صار في دارنا. وتكلم أيضا على تدبير الكوارث والأزمات. تدبير الكوارث والأزمات، هل في تدابير على للمدى الطويل وتدابير للمدى القصير، أو هي تدابير واحدة؟ يا ريت الدكتور يعطينا معلومة، وشكرا طبعا للدكتور على المجهودات اللي قام بها. يعني الشكر الموصول. هو بالنسبة لعملية التشافي والرجوع إلى الحالة الطبيعية، فالصين لا تستغرق منها المدة أكثر من 11 يوما وتنتج لك مدينة تفوق ضرناطها. الإشكال هنا ليس في أن أعطيك رقما، بقدر ما هو مرتبط بالتنظيم الإداري والبشري للدول، لأن لو لاحظت سواء في الصين أو في اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية، بمجرد ما ينتهي إعصار يتم إعادة بناء تلك المنازل، وهم يعلمون أن سوف يأتي إعصار آخر ويدمرها، ولهذا وضعوا الأبنية بنوها بالخشب بدلا من الإسمنت، لأن الخشب يمكن أن حتى أضراره أقل وتكلفته أقل، ولكن يتم إعادة بناء. فإعادة البناء هي رهينة بالمجموعات البشرية كيف تريد أن تعود، لأن وهذا أيضا حتى في علاج الأشخاص هنالك من يذهب إلى الطبيب ويشفى، قد لا يشرب الدواء، فقط بمجرد ذهابه إلى الطبيب يشفى، وهنالك من الأشخاص من يجلس مع أصدقائه وينسى مرضه، وهنالك من يظل في المستشفى ويخرج من المستشفى وهو مريض، وتسأله هل شفيت وأنت يقول لك لا لازلت مريضا. هنالك من يمرض وهنالك من يتمرض، وبالتالي لا يمكن أن نعطيك رقما مطلقا، لأن حتى إعادة البناء سوف تفرض واقعا جديدا، هذلك الواقع كيف سنستقبله؟ هل سنستقبله؟ هل المجموعات البشرية تستقبل ذلك؟ لأن التكلفة ستكون مرتفعة، وقد لا تكون مرتفعة، لأن ذلك أيضا مرتبط بالابتكار، لأنه إذا ابتكرنا حلولا وأنتجنا مواد محلية سيكون السعر أقل، وهل المواطن سيقبل أن يعود إلى المنطقة التي كانت مجزرة لعائلته أو كارثة إلى غير ذلك؟ وبالتالي هنالك مجموعة من الأسئلة تطرح على المدبرين حول هذا الأمر. وحتى نحن في المغرب الآن يتحدثون عن إعادة البناء للمناطق المتضررة للزلازل، ولكن الإشكالية الذي يقع في هذه المناطق هو أنهم يريدون أن يحافظوا على التراث. محافظة على التراث يعني استخدام المواد المحلية. المواد المحلية لا يمكن أن تصمد إذا وقع زلزال، لأنها تعتمد على
الأتربة بالدرجة الأولى، وعلى استعمال جذوع النخيل وإلى غير ذلك من ومواد القصب، أي أنها مواد محلية، وبالتالي هذا نقدم التراث على التكنولوجيا تكلفة إلى غير، يعني مجموعة، لأن هذا في الطرح لكل موضوع هو أنا على ماذا أستعد. إذا أتاك شخص ما يقول لك إذا أردت أن أبني لك منزلا، لا يقول لك كم تعطيني من اليوم، يقول لك ما مواردك المالية، لأن إذا توفرت الموارد المالية يمكن أن ينجز في وقت، بعوض ما كما سبق وأن ذكرت المتدخلة الأولى كانت تتحدث أننا نشتغل إلى الصباح وبالليل نتوقف. هذا الأمر في اليابان والصين مرفوض نهائيا، يدخل فريق يخرج فريق، لا يجب أن يتوقف العمل، العمل لا يجب أن... بالنسبة إليهم أنا لا أقارنكم بهم، ولكن لأن كل هذا هو التفوق في المجموعات البشرية، كلما، وهذا الأمر أيضا حيث حتى من الناحية إن قد يكون أجدى، لأن فريقا يقسم إلى جزئين يشتغل 12 ساعة على 12 ساعة، يكون أيضا حتى للفريق فترة للراحة وفي نفس الوقت عملية إنقاذ، لأن الأرواح لا يمكن أن تنتظر لك تلك 12 ساعة أو 10 ساعات لليل، حتى لأن أرواحها محسوبة بالوقت، وهذا الأمر لا يمكن أن يضع. بالنسبة للشق الموالي المرتبط بماذا كان حول ذاكريني الشق الثاني؟ الشق الثاني كان حول التدابير الكوارث، تدابير الكوارث والأزمات، يعني التدابير هذه هل فيه لها خطة على المدى الطويل أو مدى قصير، أو هي عبارة عن خطة يعني متسلسلة؟ أنت ذكرت الإنذار، الحد الأدنى الفعال، يعني في خطوات، هل الخطوات هذه هي فيها زي ما نقول إحنا مدى بعيد ومدى قصير وإلا لا؟ هو هذا الأمر يتحدد بثلاثة عناصر أساسية. أولا تردد الخطر، لأن الخطر مثلا الذي يأتيني مرة في كل قرن لا يمكن أن أجادف باستثمار موارد مالية فيه بشكل ضخم، لأن تلك، وهذا الأمر لا يتم الانتباه له. مثلا في المغرب تلك الأموال التي سيتم استثمارها الآن في الزلزال هي سوف تكون على جانب مجموعة من المشاريع كانت مبرمجة من قبل، هذا لا يؤخذ في العزبة بالنسبة للعالم، ولكن في الاقتصاد يؤخذ ما يسمى بالفرص الضائعة، لأن كل شيء أضعه أو أستثمره سيكون على حساب آخر. ما الذي يجعلني أنني أشتري أغير السيارة دون أن أقوم بطلاء البيت، أو أن أشتري شقة عوض أن أشتري بيتا مستقل، أو أن أشتري محلا تجاريا أو غير، يعني أنني تكون لدي مجموعة من الاختيارات، ولكن أنا الذي أختار، لأن ذلك الاختيار يكون وفق الأولويات التي أنا أضعها في الحسبان. يعني أما بالنسبة للخطط فالخطط أيضا ترتبط أيضا بالعمل المالي، وهو تلك المؤسسات هي تختلف. مثلا لو كانت لدي مدرسة، تلك المدرسة إذا كانت في جانب واد فهي معرضة إلى الفيضانات أكثر من أخرى ليست بجانب واد، يعني أن ما أضعه وما أرتبه يكون مخالفا لمنطقة جغرافية أخرى. منطقة جغرافية أخرى تعرف زوابع رملية، زوابع رملية يعني أن حتى من حيث البناء سيختلف نوع البناء، سأحاول أن أتجنب أن لا تكون البناية كبيرة، أن أوجه النوافذ في اتجاه غير مقابل للتيار الهوائي الذي يمر، يعني مجموع، ليس هنالك إجراء واحد. وأيضا مثلا سأعطيك إجراء بسيطا، كان هنالك تسونامي في إحدى البحار في أوروبا، ولاحظت فتاة صغيرة أن البحر قام بجزر كبير، جزر أي دخول البحر إلى الداخل، وهذا تنبيه لأن هنالك موجة تسونامي كبيرة، فحذرت كل من في الشاطئ،
وحينما استجابوا لي لا تمت النجاة، رغم أن البحر أتى وتقدم أكثر من 3 أمتار إلى 4 على عهده، ولكن الأضرار لم تكن هنا، لم يكن هنالك بالخطة، ولكن كيفية التصرف مع شيء وكيفية الاستجابة معه، لأن كلما كانت الاستجابة والتقابل وعملية تقبل لذلك الوضع والاستجابة دون تمرد ودون وجود عصبية، تكون النتائج أيضا مرضية للأطراف. يأتيك شخص ويبني في منطقة معروفة بأنها مجرى لواد، وتقول له، يقول لك هي هذه المنطقة التي أستطيع أن أبني عليها، ولكن حينما يغرق بناؤه يتهم الدولة، يقول أن الدولة هي لم تقم بالواجب، ولكنه هو منذ البداية تقول له أن ذلك الموقع هو معرض للفيضانات وللأودية، ولكن لا ينصت ذلك. وبالتالي الخطط هي كما قلت لك، الخطط تختلف باختلاف الخطر، تختلف باختلاف المؤسسات، تختلف باختلاف الأفراد، تختلف باختلاف التردد. لهذا كنت وضعت لكم عنوانا أخيرا في النهاية، وضعته لكم أن جل تلك الخطط يجب أن تؤخذ كل مؤسسة حسب إمكانياتها ومواردها والمجموعات البشرية. هناك مجموعات بشرية ترفض الغريب أن يتدخل في أي مكان، يعني حتى إذا أتاك طاقم من الخارج أو فرق إنقاذ لا أنصحك بأن ترسل إليهم، لأنهم سيرفضونه، وهو بالرغم من أنه أتي، ولكن بالنسبة لهم معتقد ثقافي أنهم يرفضون الغريب. وهذا المعطى هل يمكن لك أن تغيره؟ إذا أردت أن تغيره أنت تغير تلك المجموعات البشرية، وهذا الأمر مكلف ويتطلب وقتا كبيرا، والتعامل مع الكوارث يكون بشكل، كلما كانت السرعة والنسقية في الأداء تكون النتائج. وبالتالي فهذا ما تعتمد عليه كل خطة حسب ما ذكرت لك، وإذا كان هنالك شيء غامض أوضح. شكرا دكتور، شكرا. هناخذ زوز تانيين أساتذة وهنبدو في الجزئية الثانية، لأن حتى الثانية فيها نقاش باش ما نقعدوش أكثر من الوقت، إحنا وصلنا لقريب يكمل الوقت أصلاً تاع الدورة، وما شاء الله هي دسمة، ولكن مازال في جزئية ثانية للدكتور ومعها نقاش، فأسمحوا لي ناخذ دقيقة معكم. نعم لا هناخدك دكتورة، أعطينا فرصة ناخده سمية مفتاح وبعدها ناخدك أنت وبعدين ننتقل للجزء الثاني. سمية مفتاح تفضلي. سامية مفتاح دكتورة، سامية مفتاح. في سامحة وفي سمية، شوفي دكتورة. سامية مفتاح تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامية مفتاح شعافي. طبعا سؤالي للدكتور، نبي نعرف هل هناك علاقة ما بين اعصار دانيال وانهيار سد النهضة حسب رأي العلماء الجيولوجيا، وهل قوة الرياح تسبب في الزلازين؟ شكرا دكتور، ولك احترامي واحترام جميع من هم في المنصة. السؤال الأول لو سمحتي لم أسمعه جيدا، حول السد. علاقة أعصار دانيال وانهيار سد النهضة حسب رأي علماء الجيولوجيا. هو بالنسبة لهذا الأمر تستفقنا الأحداث، هو يوجد في الجزء الثاني، وهو أن السدود في عملية التشييد هو يرتبط بعنصرين أساسيين في عملية التشييد. العنصر الأول هو العنصر المرتبط بالجيولوجيا من حيث الانكسارات ووجود الفوالق، ومن حيث الحركة الكتلية المرتبطة بالجيومورفولوجيا. هذان العنصران الأساسيين هما اللذان يتحكمان في كل سد. أما من حيث الرياح هي عامل مساعد من حيث ماذا؟ عامل مساعد من حيث قوة دفع التيار المائي للسد، لأن السدود كما تعلمون تتوفر على جدران، سواء كانت تلك المقوسة أو الركامية، وذلك السد على درجة قوة تيار الماء على درجة صموده، قد يصمد وقد لا يصمد،
وبالتالي هذا هو الذي قد يلحق الضرر، لأن الماء إذا كان سلسا ودون قوة يكون السد في مأمن، وإذا كان التيار سريعا وقويا فالسد يصبح، لأن كل ذلك مرتبط بطبيعة البنية والخرسانة التي أنجز من أجلها السد. هناك مجموعة من السدود التي تكون ضخمة وكتلية تتحمل مزيد حتى إذا وقع هنالك امتلاء لها يتم زيادة في علو الجدار كما هو الحال في السد العالي في مصر كل سنة يتم، لأنه يتعرض لعملية التمر فيتم تعويض ذلك التمر بالعلو، أي إذا كان هنالك تمر بمترين يكون هنالك علو بمترين، وبالتالي لكي تظل حقنة السد ثابتة لكي يتمكن من أداء وظائفه، سواء تعلق الأمر بتوليد الطاقة أو تعلق الأمر بتوفير المياه، لأن السدود أيضا لها ما يسمى بعمر افتراضي. العمر الافتراضي للسد هنالك من يصل إلى 100 سنة، هنالك من يصل إلى 50، على حسب كل سد وإنجازاته، وهذا سنجده في الجزء الثالث والرابع في غدا إن شاء الله. هل من سؤال آخر؟ دكتور، هو الأسئلة هلبة للأسف، وللأسف أننا مش هنقدر ناخدهم كلهم، لأن احنا بندخلوا على الجزء الثاني، وهنعطوا فرصة للنقاش يا جماعة في الجزئية الثانية بعد ما ينتهي من شرح الدكتور، هنعطوا جزء، فمنبوش حتى ناخده من وقت الدكتور، وأيضا من وقتنا احنا هيكون عندكم في بعدكم محاضرة. أعذريني أستاذة نبيلة التجوري، الواضح أنهم يعترضوا أن أعطيتك الفرصة المرة الأولى، رغم أن المرة الأولى ما كانش نقاش، كان سؤال من الدكتور، بس أعطوني فرصة نفتح لي واحدة تانية قبل أستاذة نبيلة حتى ما حدش يزعل. تفضلي أختي نجوى بالنجمة، تفضلي. أختنا نجمة، السلام عليكم. السلام عليكم نجوى. وعليكم السلام ورحمة الله. نجوى مفتاح بالنجمة، رئيسة فرع السباعة في المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية. نبي نسأل الأستاذ على الإجراءات الوقائية السريعة اللي نقدروا نتخذوها في حالة وجود إعصار أو زلزال يعني، فقط وبارك الله فيه. الشكر الموصول، هذا يوجد في الجزء الموالي حتى لا نحرق الأجداد في النموذجين، سأحاول تناوله. وأيضا حتى من حيث الإجراءات، حينما وقع زلزال تركيا وسوريا العديد من منصات دون أن أذكر الأسماء قالت عدم التوجه إلى المصعد، عدم ودي، عدم، ولكن ليس كل البنايات لا تتوفر على درج، هنالك بناية تتوفر على مصعد وتتوفر على درج، ولكن إذا كانت البناية لا تتوفر على درج فقط مصعد فأين يهرب الشخص؟ يجب أن ندرك في تلك اللحظة كيف يتصرف الأشخاص، لأن تصرف الأشخاص وقت وقوع الحادثة ليس كالتصرف العادي. ممكن أن تقول الآن سأعمل وأعمل، ولكن وقت الكارثة تصبح العاطفة قبل العقل، وليس العقل قبل العاطفة لجمع من الأمر، وقد يقع تدافع في الدرج يؤدي إلى الموت أكبر مما يؤدي إليه الزلزال. قد تكون فقط هزة ارتجاجية لا تؤثر على الأفراد، ولكن عملية الهلع والتدافع تؤدي إلى وفاة الأشخاص. وبالتالي أيضا من حيث الإجراءات تختلف من بلد لآخر، وتختلف من بناية إلى أخرى. إذا كان لديك بناء شاهق لن أطلب منك أن تنزل، لأن ما تأتي أن تنزل حتى يكون البناء قد وقع عليك، ما يعني أن كل حالة تتطلب تدخلا، لا يوجد وصفة لكل الحالات، حتى وإن وضعت في الدلائل فالدليل يبين لك حالات يحيلك على حالات معينة، ولكن أنت تبتكر وتصنع ما يتلائم مع وضعيتك، لأن مثلا لا تطلب من شخص هو مغمور في بناية ما أن تطلب منه حتى تأتي النجدة، وبالنسبة له يجب أن يفلذ بجلده كما يقال.
لا تطلبي منه أن يظل حتى تأتيه النجدة. هو ما لا هو وقت لا 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 تطلبي من الناس ما لا يطيقون. تحمل الناس ما لا يطيقون لن يسمع لك أحد. إذا كان هنالك زلزال هل تطلبي من الناس أن يتوقفوا؟ هو من الطبيعي أن يتوقفوا، لأن الأرض إذا تشققت سواء كنت تجري أو واقفا ستبتلعك. إذا كان هنالك شق ستبتلعك سواء جريت أو بقيت واقفا، ولكن إذا كانت بناية تتجنبها. ما يقع هو العكس، حينما يقع زلزال الكل ينزل، فعوض ما أن سيموت شخص يموت 10 أو 100. الكل يريد أن يخرج، الكل هل هنالك من يريد أن ينقذ هنا؟ لأنها حتى في التدخل نصنع أزمة فوق أزمة. وتلاحظين هذا الأمر، حينما يقع كارثة أو ما الطرقات تمتلئ، الكل يريد أن يصور بالهاتف، الكل يريد أن ينقذ، فلا نسمع شيئا. حتى إذا صرخ ذلك الذي يطلب النجاة لن نسمعه بشدة الضجيج الذي يوجد في الخارج. حتى الآلات التي تستعمل لجس النبض لا يصبح لها مفعول. لماذا؟ لأن هنالك ضجيج في الجوة. تطلب الإنسان صحيح فصيح ويخرج لكي يشاهد ويسبب الضجيج مع شخص آخر، لدرجة أنهم صاروا يعتبرون ذلك من الملذات، ملذات أنهم يصورون الناس وهم في ضيق وهم في كرب. وبالتالي الأمر بحاجة إلى إعادة نظر فيه جملة وتفصيلا. هل من سؤال آخر؟ شكرا دكتور. أستاذة ليلى الأسطى تفضلي، هذه آخر واحدة معلش. أستاذة نبيلة انتظري للنقاش الآخر سامحيني، لأنه واضح أنه يعترضون بكري. شاركتي رغم أنه كان مشاركتك في سؤال بروحه من غير النقاش، بس حتى أصلا نبدو المحاضرة هنعطوا فرصة للنقاش الآخر، كلكم هنعطيكم فرصة، بس إحنا لازم نبدو المحاضرة بعدها. أستاذة ليلى الأسطى تفضلي أسألي. السلام عليكم. وعليكم السلام. من اللي يشكر الناس ليشكر الله، والحمد لله الذي أعطانا فشكرنا وأخذنا وأخذ منا فصبرنا واحتسبنا. أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام للدكتور ولشخصكم الكريم ولكل من عمل على هذه المحاضرة التي استفدنا منها والتي طلعنا منها أو تقدر تقولي طلعنا بمخرجات يعني ممكن كانت غائبة علينا. أنا سؤالي في سؤالين. السؤال الأول يقول ما رأيك في المتطوعين اللي مشوا كلمة خوت أو فزعة خوت وهم غير متدربين وما عندهمش تعليمات أو ما عندهمش اتصالات، ونعرف منهم زوز أو ثلاثة مع أن هم يشتغلوا في الهلال ولكن غير متدربين التدريب الكافي، فمنهم من زي ما تقولي يعني انتقل في ذمة الله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل كان في تخير في الطلب الدعم الدولي مع معرفتهم بانتفاء امكانيات اللي لدى ليبيا سبب في زيادة الكارثة، او ترى هذا في رايك شكل اخر؟ عندي سؤال هيك انا ديما بصراحة يعني وجعني في نفسي، ما نعرفش ممكن تأثير نفسي هكذا. انا عندي طبعا من واحدة من صديقاتي طبعا ذاب الصوت. الواضح أن دكتورة ليلى متأثرة. وأستاذة ليلى معلش، أستاذة ليلى كملي سؤالك. هي طبعا صديقتي طبعا انتقلت في رحمة الله، لكن أنا قادرة ننساها يعني بعدين تأثير نفسي أو ما نعرفش يعني بالضبط يعني. فأتمنى أن تجاوبني حاجة بس، وأنا شاكرة جدا البارح اللي اعطيته لي، وكرر اسفي اذا كانت موجود في ال استاذ ليلى. تواصلي معي بعد المحاضره، عندي لك شيء بس بتواصلي معي بعد المحاضره. استاذ دكتور محمد تفضل جاوبها لو في اجابه. بالنسبه لغير المؤهلين، حتى وان لمسنا منهم الجانب التطوعي الى غير ذلك، ولكن يجب أن لا نقحمهم في الجبهات الخارجية. حتى إذا كان هنالك متطوع نعطيه الأشياء التي يمكن أن ينجزها، مثلا
في مأوى، في يعني أن لا نضعهم في الجبهة. هذا الأمر سأوضحه لكم بمثال. وقعت تسرب في إحدى المحطات النووية في اليابان، ووجب على مهندسي النوويين هم من يتدخلوا لأنهم هم الخبراء، ولكن قام المتطوعون من كبار من 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 المتقاعدين المهندسين لكي يتدخلوا لتوقيف التسرب الإشعاعي. قيل لهم لماذا؟ قال لأننا نحن قضينا من عمرنا، بالرغم من أنهم ليسوا ملزمين، ولكنهم لأنهم هم عاشوا، يعني أن حتى لو على حساس خطأ، ولكن بالنسبة له هو قد قضى من عمره، أي أنه يعني لم يعد بينه وبين، مع أن الأقدار بيد الله، ولكن من حيث الافتراضي هو ذلك، يعني أن حتى التطوع أن يكون، لأنه هذا ما حضرت منه، حضرت منه أننا كما ورد في شهر العسل أننا كل يريد أن ينجز في الكل يريد أن يكون في لحظة البطولة، الكل يريد أن يشارك، الكل يمكن، ولكن الإشكالية الذي يقع ليس في المشاركة، كيف تشارك؟ هنالك مجموعة من الأشخاص لو أنهم بقوا في بيوتهم لكان أفضل لهم. العديد من النساء لو اكتفت بأنها توفر الأكل لتلك الأطقم التي تشارك في الميدان لكان خيرا لها. العديد من الأشخاص لو ابتعدوا من الطرقات وتركوها فارغة لدخول الأجهزة والمعدات وفرق الإنقاذ لكان أفضل. وبالتالي الأمر كما قلت لك، الأمر يرتبط بوعي، يرتبط بثقافة، يرتبط بممارسة أكثر مما هو خطابات. أما فيما يخص تأخر التدخل فأصارحك، ليس لا يمكن أن نعطي أن هنالك تأخر أو لا، لأن أيضا حتى في ثقافتنا العربية أو في العالم الإسلامي ليست هنالك لدينا ثقافة إشاعة المعلومات واتباع ما يوجد في السلطات. وهنا أوضح مثال الولايات المتحدة الأمريكية، حينما يكون هنالك إعصار تكون دائما نشرات إنذارية بدرجة هل درجة أحمر هل برتقالي، وتجد الكل يمتثل. هل سبق لك أن شاهدت على الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية شخصا يخرج بسيارته مع الرغم أنه يتوفر على السيارة، أي أنه الذي سبق ويخرج للإعصار أو يخرج إلى الشارع؟ نحن نرى الأشياء ونخرج لها، نعلم أن هنالك خطر ونخرج من باب الإثارة، يعني أن ذلك في النفسية وفي العقلية. وبالتالي أيضا حتى من حيث المراقبة والتتبع تطلبين المنظمة أن تتدخل، المنظمة عندما تتدخل تشترط عليك المكان الذي تتدخل فيه أنت، والكارثة لا يمكن أن تتدخلي فيها وهي باقية، لا يمكن لك أن الإعصار قادم نحوك وتطلب من أحد أن يقوم بالنجاة، ماذا ينجد؟ لا يوجد خسائر بالنسبة لنا، لأن حتى في التسرع سننتج ضحايا أكبر، لأن حينما تتدخلين أول شيء يطرح في حوادث التير هو أولا أن نؤمن المكان الذي أشتغل، لا يمكن أن أرسل أنا طاقما وهو فيه خطر عليه. وبالتالي حتى من عملية التدخل أن تكون بعد انتشال الخطر عليهم، لا تطلب من طاقم أن يأتيك وهو أتك لينقذك فيذهب جثة أو يذهب في صناديق. هذا الأمر ما غير منطقي وغير سليم وغير رشيد حتى في الدين. في الدين إذا وجدتم بلدا فيه الطاعون لا تدخلوه. لماذا؟ لأن إذا دخلت هذا الطاعون يا إما أنك ستموت أو ستنقل العدوى لعدد آخر، وهذا فيه مفسدة للمجتمع والناس. أما فيما يخص التأثير النفسي فهو مرجو إلى التدخلات المتعلقة بكل أزمة، وتختلف أيضا الحالات باختلاف حسب العمر وحسب الدرجة، ولكن ما أنصحك به هو أن في محاولة النسيان ستتذكرين، لا تحاولي أن تنسي، ولكن حاولي أن تتعاملي مع الواقعة، لأن العديد حتى من مات له أباه أو أمه بغض النظر عن الكارثة سيظل ذكراهم، ولكن نتعايش معها. ألم نرى نحن موت أقاربنا وأهلنا بغض النظر عن الكارثة؟ أنا في العادي يموت لك أباك أو عمك أو شيء أو صديقه أو غير ذلك، ولكن نتعايش مع ماذاك، لأن تلك سنة الحياة.
صحيح أن هنالك صدمة وهنالك تأثير، ولكن هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إن المدى إن القلب لا يحزن، ولكننا نقول على الله في موت ابنه إبراهيم وموت عمه حمزة، أما حمزة فلا بواكي لا، بالرغم من أنه انتشل قلبه وهو حي، ولكنه قال أما حمزة فلا بواكي له، احتسبه عند الله، لم يرخي ذلك، لأن ما أعطاه هو الله ومن أخذه هو الله، والشيء الذي ينفعها ذلك البكاء وذلك الحزن الذي تحزنين عليها هل سيرجعها؟ هي أيضا ستتعذب. تذكروا هذا جيدا، أن الشخص الذي يموت إذا كان أهله يتعذبون فهو أيضا يتعذب، هذه من الحقائق التي علينا إدراكها، أي شخص توفي وأهله لا زالوا يتعذبون به حتى هو يتعذب، لا تعتبروا أن من مات هو فقط في 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 جانب آخر، هو في ليس في في عالمنا نحن، ولكن في عالم آخر، ليس مفقودا للأبد، سنلتقي في يوم من الأيام، ولكن هذا هل سينفعه، سينفعك أنت، سيؤثر عليك أنت ويؤثر عليك، إذن نحاول بدل أن نهرب من الشيء أن نتعايش معه، الشيء الذي تحاول أن تنساه أنت هو الذي تتذكره، والشيء الذي تريد أن تتذكره هو الذي تنساه، ما يسمى بالمقابلة بالضد أو المعاكسة. ونتمنى للجميع الرحمة، وهل ننطلق إلى، إذا كان هنالك شيء غير واضح بالنسبة للأخت أوضحه لها. شكرا جزيلا دكتور، إجابة وافية. ننتقل للجلسة الثانية حتى يستمر الجميع معنا، هو الوقت انتهى الآن مفروض، ولكنها نبدو في الجزئية الثانية، نتمنى الجميع يحضر لأن الجزئية الثانية مرتبطة، وغدا هيكون في الجزء العملي عليها، صحيح ولا دكتور؟ نعم غدا إن شاء الله وأيضا حتى من الجانب النفسي سيكون هنالك حالات على حسب الوقت، أحاول إذا الله. لم يكن هنالك أسئلة كثيرة حتى نذكر مجموعة من الأسئلة، وأيضا نذكر حالات وكيفية التدخل لها لا سيما من حيث العامل النفسي، وأيضا حتى من حيث الغواصين وكيفية التعامل مع السدود، هذا الأمر أيضا سيكون له جزئيته بشكل مقتضب، حتى لا نتجنب أقل قدر، لا نحاول أن نكون متسرعين في الحلول. قيل لإينشتاين لو كان لك ساعات لإنقاذ أهل الأرض فكيف سوف تعمل؟ قال له 55 دقيقة سأتركها للتفكير وخمس دقائق للإنجاز، لأن إذا تسرعت في الإنجاز ستجد مجموعة من الأشياء قد غابت عن ذهنك ولا تعطيك تلك النتائج، لذلك نعطي الوقت الكافي في التفكير قبل اتخاذ القرار، أصعب شيء هو اتخاذ القرار، اتخاذ القرار يكون بتأني وليس بتسرع، كلما تسرعنا في اتخاذ القرارات كانت النتائج خارج التوقع وخارج ما نصوبه نحن، وهذا ستجدونه حتى في حياتكم اليومية، العديد من الأمهات بمجرد ما يغضبها ابنها إما تضربه أو تقع وقد تسبب له عاهة، وهذا الأمر عانت منه العديد، يعمل شيئا في البيت وتتحدث معه فلا يستجيب فتقوم بضربه بشيء ما فتسبب له عاهة تندم عليها العمر كله، ها وليس كان من الأجدر أن تصبر، كما يقال النصر إنما النصر صبر ساعة، ليس النصر ليس السريع ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه ساعة الغضب، لأن ساعة الغضب هي من مداخل الشيطان ونعوذ بالله منه. هل ننتقل إذا كان لم يكن سؤال؟ اعذروني، هو مازال في سؤال، مازال في زوز بيسألوا، ولكن عذروني ننتقلوا لي بكم في النقاش الثاني، سامحوني حتى يبدأ الدكتور لأن الوقت أزف. تفضل دكتور. إذن سننتقل في الجلسة الموالية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والبيئية للكوارث والمخاطر الطبيعية والاستراتيجيات الدولية. أصبحت الأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والزلازل وأمواج تسونامي أكثر تواتراً وشدة، مما يزيد من تأثيرها على الناس والمجتمعات. إن تفاقم الوضع وسوء التخطيط والفقر
ومجموعة متنوعة من العوامل الأساسية الأخرى تخلق ظروفا من الضعف تؤدي إلى عدم تكافؤ القدرة على التعامل مع الأخطار الطبيعية والكوارث. لقد برز العمل للحد من المخاطر على جدول الأعمال الدولي، واعتبره الكثيرون أمرا ضروريا لحماية جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يشمل الحد من مخاطر الكوارث جميع السياسات والاستراتيجيات والتدابير التي يمكن أن تجعل الناس والمدن والبلدان أكثر قدرة على الصمود أمام الأخطار وتقليل المخاطر والتعرض للكوارث، وإدراكا منها أن الأخطار الطبيعية يمكن أن تهدد أي شخص بشكل غير متوقع. بالنسبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والطبيعية للكوارث والمخاطر الطبيعية، فنقصد بها هي العوامل المؤثرة لها. وإذا اعتبرنا الخطر الطبيعي في صيغته البسيطة risk equal area multiple vulnerability، نميز بين عدة حالات حسب قوة أو ضعف الغرر مقابل قوة أو ضعف العطوبية، وترتبط مختلف هذه الحالات بالعنصر البشري وبشكل خاص بمدى استعداده لمواجهة وتجاوز آثار الكوارث والأخطار الطبيعية. ويتوقف الاستعداد هنا على مجموعة من العوامل نذكر منها التنوع أو التنويع، التربية والثقافة، التعاضد الاجتماعي. هناك تنوع شديد بين مجموعات بشرية وأخرى حسب التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وبين مجموعات أخرى في نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على سياسة التخزين في التعامل مع الأعاصير، عكس اليابان تبني سياسة الاستعداد آنية، أي بتجنب أكبر قدر من الخسائر البشرية. وهذا الاختيار مبني على معطيات ترتبط بالجغرافية التي تطبع كل بلد على حدة. فالولايات المتحدة الأمريكية ذات جغرافية مترامية الأطراف، بالتالي عملية إنقاذ والتدخل تستغرق وقتا للوصول إلى عين المكان. هذا من جهة، كما أن عملية النجدة في المناطق المجاورة قد لا تتم، نظرا لكون المناطق المجاورة هي أيضا في حالة استعداد وتأهب لمواجهة الأعصار من المنطقة التي أصبحت منطقة كوارث. فيكون الخيار الأمثل في هذه الحالة هو الحفاظ على أكبر عدد من الناس على قيد الحياة والتعامل مع الإصابات بالوسائل المتوفرة إلى حين وصول الإغاثة، سواء من نفس الولاية أو الولايات المجاورة. وبالمقابل نجد اليابان نظرا لضيق المساحة وسرعة في التدخل والإنقاذ تعتمد على الوعي الفردي في مجابهة الإعصار. هناك عوامل أخرى في تحديد أهمية العطوبية بالنسبة لمستوى الخطر أو الكارثة يتعلق فيما يلي: موقع الأفراد المعرضين للغرق، أهمية المسافة عن المكان وفي المكان وترددها، توزيع الأفراد بالنسبة لنشاط الغرق. ونشير هنا إلى نقطة أساسية، هو أن نوع السكن وحجمه ينعكس إيجابا أو سلبا مع الخطر. فمثلا الأعاصير، كلما كانت المنازل متباعدة ترقص الأضرار، بالمقابل الفيضانات تكون الخسائر أكبر. بمعنى أن في حالة وقوع فيضانات إذا كانت المنازل متباعدة يسهل غمر تلك المنازل، بينما إذا كانت المنازل متراكمة يكون عملية الغمر تستغرق وقتا أطول. وهذا المعطى، وأيضا حتى عملية الانهيار، لأن كلما كان عملية تسرب المياه بطيئة تكون عملية وقت الانهيار أبطأ، يتيح فرصة أولا لإنقاذ الناس، وثانيا حتى في عملية تفريغ المياه من تلك البيوت تكون هنالك فرص أكبر لعملية تفريغ. وأيضا وتيرة التحول غرر إلى كارثة أو خطر محقق. ومن جهة أخرى تؤثر الكوارث والأخطار المحدقة أبعادا مجالية وزمانية متباينة، حيث تقل أثرها مع الابتعاد عن نقطة حدوثها، يتلاشى وقوعها مع مرور الزمن. وهذان العنصران يطرحان مسألتين متتاليتين:
أولا اعتبار الخطر والكارثة معتقار إذا ارتفعت وتيرة تردده في المكان ما، ضرورة الاستعداد له على جميع المستويات ماديا وبشريا، والإجراءات قبل وبعد حدوث الخطر أو الكارثة، ضرورة التكافل وتوحيد الجهود عند تحقق الخطر وحدوث الكارثة. وإذا اعتبرنا الخسائر المترتبة عن تحقيق خطر أو كارثة، نسجل ملاحظة بخصوص العنصر البشري أن هنالك وجود تفاوت في أهمية العطوبة أو العطوبية بين فئات المجتمع تبعا للمستويات الاقتصادية لكل فئة أي قدرة الاحتواء، وجود اختلافات كبيرة بين فئات المجتمع الواحد حسب الجنس وحسب العمر. من حيث تقييم الكوارث والأخطار الطبيعية، المحددات والنتائج، تكون عملية التقييم للكوارث والأخطار الطبيعية تطرح تحديا خاصة في وجه المهتمين لاعتبارات عدة نذكر منها: كون الظواهر المعنية معقدة من حيث نتائجها التي يمكن أن تكون مباشرة وغير مباشرة، آنية أو مرجات، مثلا ما كيف نقيم الخسائر التي تعرض لها مدرسة ما نظرا لتحولها إلى ملجأ، كيف نقيم تضرر معمل كان يعمل ونظرا لغمر المياه له، كيف نقيم، هل سنقيم حسب المواد، حسب المبيعات، حسب الأشخاص الذين يشتغلون فيه إلى غير ذلك. كون الأضرار المحدثة متعددة ومتنوعة يصعب إخضاعها لتقييم عام وذال يقوم على معيار واحد. تتيح المعطيات المتوفرة عن الموضوع، نسجل الملاحظة الآتية: يطرح تقييم إشكالية تتعلق بنوع الخسائر من حيث تحديد أهميتها وطبيعتها وتصنيفها وتعيينها تبعا لشدتها. يصعب بل ويستحيل تقييم الأضرار استنادا إلى معيار واحد، مثلا قيمة الأضرار البشرية، أي كيف نقيم أو تعويضات التي نتج عن الخسائر في الأرواح. هنالك من يعتمد على قانون الطيران المدني في تعويض الأشخاص، وأيضا هل سنعتبر معيار الأنفس أم العمر أم الوظائف التي كان يستغلها أم عدد الأفراد الذين يعيلهم، هل تلك الأسرة التي فقدت هل هو معيلها الوحيد أم لها معيل آخر. هذا الأمر يطرح حتى الآن في المغرب حول تعويض السكان لكي يتمكنوا على قيد الحياة، لأن قراهم هدمت، أعمالهم فقدت، فكيف يمكننا أن وكما تعلمون أن الوظائف تختلف من حيث الأجر، من كان في مستوى اجتماعي معين يرفض أن يرجع إلى ما هو أقل، وهذا الأمر يطرح تحديات في عملية التقييم. أيضا من حيث يوجد مرجعيات أيضا مختلفة لقياس شدة خطورة بعض الظواهر، نجد مثلا مقياس ميركلي ومقياس ريشتر بالنسبة للزلازل. بالنسبة لميركل فهو يعتمد على الخسائر، أي أنه يربط يعتمد على معيار الهشاشة، أي أنه لا ينظر إلى قوة الزلزال بقدر ما ينظر إلى الخسائر التي نتجت عن ذلك الزلزال، بينما ريشتر فهو يحدد لك القوة بغض النظر عن الوسط، هل جبل، هل سهل، هل بحر، هو فقط يعطيك القوة كم هو فيه. ونجد أيضا مقياس سافي سيمبون وبوفون، هما أيضا أجهزة لقياس سرعة الرياح والأعاصير، لا تحمل طرق التقييم القطاعية مضمونا حقيقيا معبرا عن قيمة وأهمية الأضرار والخسائر المحتملة. مثلا كيف نقيم الأضرار التي وقعت لسوق ما، سوق له هو بالنسبة له مردودية اقتصادية وأيضا له اجتماعية، لأن الأسواق باختلاف أنواعها الراقية والشعبية والأسبوعية والفصلية باختلاف أنواعها
كيف نقيم الخسائر المنتوجة عنها، لأن تلك الخسائر لا تعوض على الأفراد بل تخصم من ميزانية الدولة، وحسب كلما كانت الخسائر أكبر كانت المساعدات الدولية أكبر، لذلك كل دولة تحاول أن تضخم تلك الميزانية لكي تحصل على، وهذا الأمر يطرح إشكالية المصداقية والتدقيق في تقييم الأشياء. وأيضا هنالك مجموعة أشخاص فقدوا منازلهم قد يقيموا المنزل بأكثر من قيمته إلى غير ذلك، كما أنها أيضا تحمل بعدا جغرافيا في حالات كثيرة. تختلف طرق تقييم من فعل الآخر حسب ميدان والاهتمام وكل فعل، لأن كما سبق نجد أن حتى البيوت تختلف أثمنتها من مدينة لأخرى، وفي نفس المدينة يختلف بيت بنفس المواصفات من منطقة أولى أخرى، وهنا ولكن التعويض لا يمكن أن يعتمد على المعلوم، التعويض يكون بشكل مطلق، يعني إذا قررنا أن نعطي قيمة فسنعطي قيمة لجميع المتضررين، لا يمكن أن نعطي لهذا قيمة لأنه في مدينة فيأتي الآخر ويقول لماذا أعطيته، وهذا سيواجه المعنيين حتى في إعادة التعمير، حتى في إعادة التعمير كله سوف يحاول أن يطالب بأكثر مما كان عليه، وهذا بطبيعة الجنس البشري أنه يطمع في ما فوق حاجته. أيضا تمثل أهمية هذه المعطيات بالموضوع المتعلقة بالموضوع في النتائج التي تقدمها المؤسسات التي تكتسي طابعا مرجعيا في الميدان. نذكر منها مؤسسة الأمريكية Resources for the Future أي موارد المستقبل، الصليب الأحمر الدولي، الوكالة السويسرية لإعادة التأمين، منظمة مكتب المساعدة الخارجية الأمريكية في حالة الكوارث، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ فيام، مركز متعدد التخصصات للأبحاث الهندسة الزلزالية، المعهد الوطني للصحة العقلية، معهد مخاطر الجهات العامة، مجلس البحوث العلوم الاجتماعي. وتكمن أهمية هذه المعلومات هذه في تحديد الدعم الذي ممكن أن تتلقاه تلك الدول، لأن تلك الدول التي تقوم، فلو لاحظتم مثلا المعهد الأمريكي رصد الزلزال في المغرب وقوته قبل المغرب، لماذا؟ لأن لديهم مكتب للرصد. إذا لاحظتم إعصار ضرنا ستجد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من سينبئكم به. الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على معلومات لا تتوفر للدولات على نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر خزان للمعلومات الاستخباراتية والاستراتيجية لجل دول العالم، وهذا ليس من عبث، لأن جل المراكز والأبحاث العلمية تجدونها فيها ليس بشكل بالرغم بأن حديثة العهد، الولايات المتحدة الأمريكية لم تتأسس حتى سنة 1773، يعني ليست بالدولة التي لها تاريخ كبير، ولكن اتخذت في البحث العلمي أشواطا وتحاول مجموعة من الدول اللاحقة بها. أيضا من جهاتها تقدم مجموعة من المنظمات الدولية تقارير تتضمن معطيات كثيرة تخص تقييم بعض الأخطار المرتبطة والمترتبة عن مجموعة من الأخطار والكوارث، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة إغاثة اللاجئين، وتطرح المعطيات المتعلقة بها المعطيات المختلفة بالأضرار نوعين من المشاكل. أولا صعوبة التقريب بين المعطيات الصادرة عن الهيئات المختلفة وقطاعات مختلفة، وجود اختلافات كبيرة في عتبة التقييم نفس الضرر بالنسبة لمنظمة Resources for the Future أي موارد المستقبل، تحصل الكارثة عندما يبلغ عدد الخسائر البشرية 25 فردا، أي في حالة لم يكن نصل إلى هذا العدد فبالنسبة لها لا تعتبر الأمر كارثة بل هو حادث عارض، مقابل 25 فقط عندما يتعلق الأمر بكارثة تكنولوجية، أي أن المقياس اختلف باختلاف نوع الكارثة، هل هي كارثة طبيعية أم حادث بشري. في حين تحدد منظمة المكتب المساعدة الخارجية الأمريكية في حالة طوارئ Office of User Fusion Distance Assistance 20 فقط، أي أن الأولى تضع 25 وهذه تضع 25، لكن العدد يختلف في حالة 25 حالة في حالة زلازل،
وخمسين حالة بالنسبة للكوارث المناخية، ومئة قتيل بالنسبة للكوارث التكنولوجية. بالنسبة للأبعاد الطبيعية والبيئية، فتتميز أيضا هذه بتنوعها وباختلافها. أولا بكونها أنها تنفرد من حيث أنها تعتبر أقدم أنواع الأخطار التي واجهها الإنسان، وخير مثال طوفان نوح. أيضا تمثل تحريرا لطاقة هائلة مركزة في الزمان والمكان، لأن الزلازل والبراكين والأعاصير أيضا هي تعبير عن تحرير طاقة هائلة ولكن في وقت واحد، ولهذا نجد الدمار. وإذا لاحظتم أن كل زلزال يقع يتم تقييمه بكم من قنبلة ذرية، يقول لك مثلا زلزال المغرب يعادل 50 قنبلة ذرية، يعني أن صار المقياس ليس هو ريشتر ولكن صار المقياس هو، وهذا الأمر ما يشكل أيضا عائقا من حيث التقييم. ثالثا صعوبة توقع إجمالا، لأن ولكن وقع في تراجع مستمر بفعل تحسن العطبية اتجاهها. أيضا أنها أقل الأنواع الأضرار بالإنسان حاليا. بالنسبة للأخطار المرتبطة بالغلاف المائي فهي متنوعة وتختلف بتنوع الجغرافية والأضرار المترتبة عليها، سواء كان في حالته الصلبة أو حالته السائلة. الحالة الصلبة مثل البرد أو الثلوج، والسائلة هي كما حالة تسونامي أو الأمواج العاتية التي تصاحب الأعاصير والرياح المدارية التي قد تحدث موجات كبيرة فينتج عنها هيجان في البحر وتتضرر السواحل. بالنسبة للمنخفضات الجوية الكبيرة والأعاصير، خاصيتها ظواهر وأهمية الضرر المرتبطة بها إلى جانبها، نجد أنها أقل عنفا كالعواصف المتوسطية والأطلسية لكنها مضرة كذلك. هنالك الفيضانات، هنالك أسباب أصلة وأخرى مساعدة، وتتمثل في تضافر مجموعة من العوامل المساعدة كتشبع السطح، ارتفاع الموج، رياح مضادة، تخلف أضرارا مهمة في بعض المناطق من السطح. البحار تشكل مصدرا لأخطار كثيرة مباشرة وغير مباشرة متزايدة الأهمية، وفي حالته الصلبة تشكل على شكل مياه مصدرا لأنواع كثيرة من الأضرار، انهيارات ثلجية، تساقطات صلبة، والبرد وخطرها على أيضا المزروعات. الأخطار المرتبطة بالغلاف الغازي نجدها في حالتين اثنين، الحالة الأولى موجات البرد الشديد، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات لحسن الحظ لم تصادف إعصار أضرارنا ولكنها وافقت زلزال تركيا وسوريا، حيث كان هنا صادفت تساقط الثلوج، وهذا الأمر يسبب عائقا فوق الكارثة التي كانت واقعة، لأن الإنسان إذا كان البرد احتمالية نجاته من الموت تنخفض، عكس إذا كان الجو معتدلا. وأيضا في حالة إذا كان الجو أيضا شديد الحرارة فالجثث تتحلل بسرعة وهذا ينتج عنه أمراض أخرى. ولهذا حينما طلبت مني هل هنالك نموذج معين، فهذا أمر إذا وضعت لك هذا، إذا قلت لك أتحدث بشخص ليس ذو علم أو خبرة بهذا، لأن الخطة تضع حسب الظروف التي واجهت الكارثة. إذا هنالك كوارث تأتي مع مناسبة دولية، قد تأتي مع مهرجان، مع مؤتمر، مع مونديال، مع أي شيء ممكن أن تصادفه، وبالتالي الخسائر تختلف. وأيضا إذا ذهبت إلى مكان فيه مجموعة من اللغات كيف تتحدثين مع ذلك الشخص؟ إذا تخاف كيف تتواصلين معه؟ هو ثقافته شيء وأنت ثقافتك شيء، إذن يعني أن الخطة التي تضع وفق ما صادفته من إحداث ومن مجموعات بشرية. لذلك هنا ينبغي
ذكر المرونة. وأيضا بالنسبة لهذه الحالات تدر الإشارة بأن الحسبان تزامن وقوع كارثة مع حدث مثل مثلا الجفاف الطويل. مثلا الجفاف الطويل يؤدي إلى تفقير شديد للتربة. تفقير شديد للتربة إذا صاحبه تساقطات عنيفة أو أعاصير يؤدي إلى اقتلاع جزء كبير من تلك التربة أو انقلاعها بشكل كامل، وهذا يؤدي إلى ضغط إضافي على السد وعلى القنوات الصرف الصحي وأيضا قنوات توزيع المياه، فتصبح فتتعقد المشكلة. فبدل أن نكون أمام مشكل واحد نكون أمام مشكلة كبيرة ومشاكل صغيرة، مشكل وسط مشكل وسط مشكل. وحينما نريد التدخل كيف نتدخل؟ حتى في عملية التدخل نكون على فهم ودراية بتلك التدخلات، لأن العديد من التدخلات قد تعطي نتائج تؤثر، نحل مشكلة صغيرة ونتسبب في مشكلة أكبر. ولهذا هنالك أن تكون هنالك تعقل وتريث في عملية اتخاذ القرار. بالنسبة لحالة المتعلقة بالبرد الشديد، هذه الحالة يمكن أن تهم بعض أجزاء السطح من اليابس عندما تقع تحت تأثير تكتلات جوية باردة جافة أو مصحوبة بتساقطات ثلجية غزيرة مثل المناطق القرب قطبية والمناطق المعتدلة والجبلية. تؤدي الظاهرة إلى حدوث أضرار شديدة في البنية التحتية والمنشآت البشرية وتتسبب في عزلة السكان، وهذا الأمر أن يأخذ في الحسبان، لأن ممكن أن تقع لك مثلا يقع جبال وإذا كانت هنالك ثلوج لا يمكن لك أن تصل إلى ذلك السكان، وإذا كانت جغرافية لا تسمح باستعمال المروحات أو كما وقع في تركيا كانت العواصف والأحوال الجوية لا تسمح باستعمال المروحيات والطائرات هناك، وحتى المروحيات الخفيفة لم تسمح لها، وبالتالي هنا يكون العمل فقط في الأرض، لا يمكن لك أن تتحرك. وحتى في الأرض إذا كانت الطرقات أيضا معرضة لانقطاع للثلوج أو في حالة لا تسمح لها بالاستعمال، هنا يبقى العمل فقط رهينا بما يتوفر عليه في مكانه. لذلك الكل يجب أن يأخذ في الحسبان الوضعية التي وضع فيها، وهذا هو ما يسمى بالإنسان الذكي أو الحكيم. الإنسان الذكي والحكيم كيف نقول عنه؟ هو الذي يستطيع التصرف في كل الأوقات وفي جميع الأماكن، وليس فقط في الأوقات العادية أو الصعبة، سواء كان في الصعبة أو في العادية يجيد الأساليب التي تمكنه من النجاة. كما يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح خاصة في صفوف الأطفال والمتشردين. بالنسبة للحالة الثانية، حالة المتعلقة بموجات الحر، هذه أيضا من الحالات المناخية التي قد تجابه مثلا إعصار نرناء لو جاء في وقت بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لمنطقات النشأة التي نشأ منها الإعصار فهي منطقة، لأن الأعاصير تنشأ في البحار أو في المياه الدافئة وليس في المياه الباردة، بل المياه الدافئة هي تنشأ، وبالتالي إذا نشأت هناك ولو تصادفت مع وقت الحرارة لكانت الكوارث البيئية أكبر، لا لأن الناس لن يستطيعوا تحمل العطش، ايضا سيكون هنالك تحلل للمياه، المياه الراكده التي نتجت عن الصرف الصحي ونتجت عن هيجان البحر ستؤدي الى تشكل مستنقعات، تلك المستنقعات تنتج بعوض، ذلك البعوض ينقل الامراض، وبالتالي تستفسح الاشياء ونصبح، وهذا ما لاحظته يتم نشر الادويه والمبيدات للقضاء عليها، ولحزن الأقدار أنها لم تأتي مع فصل حار لو كانت الخسائر أشد وأكبر. وهي يمكن هذه الموجات التي تهم مناطق مختلفة من العالم على هوامش الصحاري أو القريبة منها،
المناطق الداخلية في القارة بسبب عامل القارية وتأخذ بعدها، خاصة عندما تستمر لمدة طويلة تترتب عنها أضرار متنوعة تهم الإنسان بشكل مباشر، وقوع وفيات في صفوف بيئات العشاء بشكل غير مباشر، تسبب في أمراض مختلفة تهم الموارد الطبيعية المختلفة، جفاف نضوب للمياه، موت للمزروعات والمواشي، احتراق الغابات في حالات الجفاف الشديد. عندما تصبح واقعا يوميا يؤدي إلى التصحر وقحولة، فتؤدي إلى خلل بيئي شديد. نضيف إلى ذلك اشتداد الزوابع الرملية وأحيانا في بعض المناطق من السطح. بالنسبة للغلاف الصخري فهنا نجمله في الظواهر الجيولوجية المرتبطة بالزلازل والبراكين والظواهر الجيومورفولوجية وتهم الحركات الكتلية بمختلف أنواعها والحركات جميع أسطح ومواد السطح سواء في الساحل أو غيره، لأن السطح الذي يكون في دينامية مستمرة أي غير مستقر، سواء السواحل سواء المناطق التي تعرف عملية النحت أو الإرصاب من تلقاء الأودية أو الرياح، فتلك المناطق كتلها غير ثابتة، أي أنها ممكن أن تتعرض لاختلال في التوازن فتؤدي إلى وقوع انهيار أو انهيال. وكما سبق الذكر فإن الزلازل والبراكين هي تعبر عن تحرير طاقات كاملة هائلة مجمعة في بطن الأرض بفعل حركة أجزائها، كما تعبر عن تدفق وانبعاث للمواد تترتب عنها نتائج متعددة مباشرة وغير مباشرة مختلفة الأهمية والتأثير على السطح وأنشطته، كما تعد من أكثر الظواهر مراقبة وتعرف الهشاشة المرتبطة بها تحسسا مستمرا. أما فيما يخص الأخطاء الجيومورفولوجية فهي تتميز بتركزها بالمجال، حيث تهم رقعة جغرافية محدودة المساحة تؤدي إلى أضرار متعددة بشرية خاصة المالية، منها عطب وتدمير البنية التحتية المختلفة كانهيار لأحد الطرقات أو إتلاف للمحاصيل الزراعية بجرفها وطورها. أما فيما يخص الأخطاء المرتبطة بالغلاف الحيوي فهي أيضا كثيرة ومتنوعة، مثل انتشار لكائنات خارج نطاقها الحي أي نطاقها الأصلي. هذا الأمر ستشاهدونه في دول غرينلندا أو الدول الإسكندنافية، حينما وقع هنالك انتشار للعمران قامت قطع القطعان من الغزلان باحتلال الشارع، فقيل لها لماذا؟ قالت لا، هي لم تحتل الشارع، هي فقط احتلت منتضى، لأن الإنسان قام بتحويل كل شيء إلى عمران، لم يعد لها موطن فيتسكن، فلم تجد موطنا فأتت إلى الطرقات واستوطنتها، وبفعل انتشارها وقد أيضا يؤدي إلى انقراضها. مجموعة من الكائنات لم تعد تجد موطنا لتعيش فتعرضت للانقراض، وهذا له تأثير على التنوع الحيوي. أيضا اجتثاث الأشجار والحرائق تزول الجراد، انتشار للفيروسات والأمراض المعدية التي تتبين هي الأخرى حسب الهشاشة المرتبطة بها، حالات لا تكافؤ في العلاج ضد بعض الأمراض، لأن أيضا حتى في الدول هنالك مجموعة هنالك لا تكافؤ في العلاج، وهذا الأمر مشهود له في ذلك. وهنالك مجموعة من الدول لها مجموعة من الإشكالات التي تفرضها عليها جغرافيتها، وهنا سأريد مثالا للدول شرق آسيا، فهي تنشأ في منطقة مستنقعات وجل البنايات هي فوق الماء، مثل إندونيسيا وماليزيا إلى غيرها. فماذا يصنع؟ هي موطن للثدييات بما فيهم الأفاعي، وتلك الأفاعي سامة، وهذه أيضا استراتيجية لتدبير الخطر يمكن لكم أن تدرجوها، ولأنهم يعلمون أنهم في منطقة فيها الأفاعي السامة ماذا يصنعون؟ حينما يزيد الطفل الرضيع بمجرد ما يصل إلى عمر سنتين يتم حقنه بجرعات محددة من السم، هذه الجرعات تؤدي إلى ارتفاع الحمى والحرارة في جسم الطفل ليوم أو يومين، ولكن لا تؤدي إلى وفاته. الهدف من هذا ليس لو
نظرنا إليه من نظرة سطحية يبدو أن الأمة تلقي بولدها إلى التهلكة، ولكن هو سبيل واحد للنجاة لأنهم هما فوق الماء، وأن إذا لدغته حية الماء إذا أراد أن يأخذه ويذهب به إلى المستشفى أول الوقت إذا كان ليلي لا يمكن له أن يذهب لأنهم في بلد نائي ليس يتوفر على وسائل النقل. المستشفى يغلق بالليل لأن المدن الكبرى هي التي تتوفر على مستعجلات، أما الأرياف فلا. يعني وهذا يتيح له أكبر قدر من العيش ليمكن إنقاذه، بالرغم من أنه ظاهر هو ضرر الله ولكن لننقذه فيما بعد لأنه يكتسب مناعة ضده في المستقبل. دكتور سامحني بنقاطعك في نقطة بنوضحها للأخوات. الوقت الفعلي عزيزتي وأخواتي كلكم انتهي، ولكن الدورة هذه وقتها أطول من هكذا، كان مفروض تعطى في شهر على مدى 4 أيام يعني لمدة شهر، ولكن قلصناه إلى 2 بهذا بعدد الساعات هذه حتى يتلائم مع حضراتكم هذا لطلبات دكتورة ليلى، لأن تعرف الطاقة الاستيعابية اللي عند حضراتكم وتعرف وقتكم من قبل، فأتمنى أنكم تتفهموا الوضع. الوقت الفعلي للمحاضرة انتهى ولكننا مستمرين حتى تستفيدوا. في ليبيا في خطر، لا زال عندنا سد وادي مجنين وغيره في خوف من حدوث ما حدث مع سد درنا، فأرجوكم هذا الهدف من الدورة هي ليس غير أن تأخذوا شهادة، بإمكانكم تحصلوا على شهادات في أي دورة أخرى، ولكن هذا الهدف منه إنكم تستفيدوا فلا تتمللوا. وللأسف الوقت ما نقدروش نضغطوه كيف ما نبوا، احنا نبوا نوصلوا بيكم للفايدة ونبوا نوصلوا بالدكتور يكمل جزئيته. أرجوكم دكتور، هل تستطيع تحديد قداش ما زال لك من وقت للانتهاء؟ 5 إلى 10 دقائق لن أفوتها. كم؟ 5 إلى 10 دقائق؟ نعم. شمس الشموس أظني جاوبناك. تفضل دكتور وأعذرني بس تكرر السؤال، حبيت نريحها. التوزيع الجغرافي خاصية متعددة يمكن التمييز بين حالات موازية ومنظمة نطاقية كالظواهر المرتبطة بالمناخ والهضرة التصحر، أو لا نطاقية كالزلازل والبراكين، لها توزيع عشوائي غير منظم للأخطار الجيومورفولوجية. علاقة الإنسان بالأخطار والكوارث، حدود المسؤولية، يتعلق الأمر الصوت الآن. الآن الصوت واضح؟ في شوشرة دكتور بعد إذنك. الصوت واضح أستاذة نبيلة، ما فيش حد حتى افتح المايك، ممكن ما الانترنت في ليبيا لازم تعرفوا أنه هو ضعيف، فمنكم أنتوا أحيانا تحدث اللقطة هذه، ما فيش حد افتح المايك وصوته واضح جدا. يتعلق الأمر بالتساؤل عن مسؤولية الإنسان عن وجود مختلف الظواهر المشار إليها، وما إذا كانت وتيرتها ترتفع بالموازاة مع تزايد عدد السكان، وتكتسي أهمية المواضيع الكبرى أهمية كبرى لعدة أسباب. أولا، أهمية الأبعاد الاجتماعية للظواهر المذكورة باعتبار أن الإنسان عاملا مسؤولا عن بعضها بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل واضح. عندما تثبت مسؤوليته بشكل جلي تطرح ضرورة تغيير المواقف وتحسين التصرف تجاه الوسط ومكوناته، حفظا على سلامة الوسط وعلى حياة الإنسان نفسه. بخصوص هذه المسؤولية، تغيب الدلائل التي تثبت بشكل قطعي وواضح حصولها، ويحتاج الموضوع إلى دراسة أعمق وأشمل. يمكن القول إجمالا، يشكل الإنسان عاملا مباشرا في حدوث بعض أنواع الكوارث، كبعض حالات الحركات الكتلية، كبعض الظواهر المرتبطة بالغلاف الحيوي كتشييد البنايات الشاهقة على السواحل أو في مجاري الأودية. يساهم الإنسان بقوة في الاختلال التوازنات الكبرى لكوكب الأرض بإلحاق الأضرار بمكوناته الأساسية، سواء منها التربة، الماء أو الاحترار. يساهم الإنسان في إعطاء الظواهر أبعادا خاصة، بناء تجهيزات حساسة في أماكن مهددة يرتفع الغرار بها بشكل كبير، بناء السدود في أماكن
تعرضوا للزلازل وحركات كتلية نجد نفس الواقع بالنسبة للممارسة مع أنشطة غير مناسبة أو غير مؤهلة كالزراعة المغذاء في المناطق الجافة ذات الخصص المائي. نجد نهج سلوكات غير مناسبة في حالة حدوث الخطر عامل فجائي أو غياب التربية المناسبة. وبخصوص العنصر الثاني في التساؤل، تشير المعطيات المتوفرة في حالة حصول وضعيات متباينة أن الإزدياد في وتيرة حدوث بعض الظواهر المناخية والهيدرومناخية كالجفاف والحركات الكتلية بأنواع مختلفة، التلوث، الإجساد بسبب الأنشطة البشرية، تراجع الهشاشة المرتبطة بمختلف أنواع الظواهر، تقلص أهمية الأضرار بحسب تحسن وسائل تنبؤ بها وتحسن مستوى التربية والتعاضد. بالنسبة للسياقات المجالية لتلك الكوارث فيمكن أن نجملها حتى لا نطيل عليكم في ما يلي: أن هنالك أنماطا وأشكالا في التوزيع من حيث الرقعة الجغرافية، لأن كل كارثة قد تهم نقطة جغرافية معينة كالزلازل والبراكين، وهنالك من يمكن أن تشمل بلدانا بحالها كالامتطاحات لبعض الأنهار الكبرى، وأيضا يمكن أن يكون لها انعكاس وتكون متفشية وانتشارا ممتدا كما سبق الذكر كالبراكين والأعاصير، وأنها أيضا توزع للطاقة على مساحات شاسعة ومتفاوتة في الحد من مكان لآخر في علاقة بالوسط الطبيعي في الإطار التضاريسي وأيضا الطبوغرافي. ويمكن أن نميز بين ظواهر موجهة وتكون إما انجذابية أو تيارية كالزلازل والتيارية كالأعاصير، والظواهر العابرة للإطار التضاريسي كالحرائق وزحف الجراد وانتشار لبعض النباتات الداخلة. واقع مجالي متنوع من حيث الأخطار والكوارث على الإنسان ومنشآته الكبيرة تبع لمجموعة من العوامل، نذكر منها أولا درجة التطابق بين تمظهراته وواقعها، حيث يمكن أن نميز بين تطابق مجالي وزماني، حيث يكون واقع مركز في نفس المكان ونتائج مباشرة آنية، تضافر بين الحدث الواقع في الزمان، نتائج ظهور كواقع زحف الجراد والجفاف في المجال تتعلق بالأضرار بمناطق بعيدة عن مكان حدوث الخطر أو الكارثة، ويمكن أن يكون ذلك بفارق زمني مهم كالفيضانات المرتبطة بالتساقطات في العالية، انهيار السدود، ارتفاع مستوى سطح البحر، الواقع على استعداد والتقليل من الهشاشة عند دراسة هذا الموضوع من زاوية تضافر التطابق والتنافر. وهنا يجب استحضار أن جميع أجزاء السطح مترابطة بعضها ببعض أي الآخر وليست في معزل. إذا كان من الممكن تحديد مكان حدوث بعض الظواهر فإنه يتعذر تحديد زمانها بشكل دقيق، فإذا كان بعضها يتميز بوتيرة فصلية فنجد أن هنالك تنوعا في النتائج المترتبة عنها وأبعادها ومستوياتها. أولا يتعلق الأمر بمتغيرات التي تطال عنصر المجال على مستوى مكوناته الطبيعية، حيث تأخذ أبعادا بيئية متعددة، تغير في حالة الأمنية للتضاريس وباقي مكونات المجال الطبيعي، شكل السفوح، طبيعة التربة السائدة أو النتائج التي يمكن أن تفضي إليها، تراجع رقعات المساحة المزروعة عن طريق إزالة أو الطمر. أما الثانية يتعلق بالنتائج ذات أبعاد تنظيمية وإعدادية، تنظيم المجال واجتماعي يتعلق بالأضرار، بأهمية الأضرار التي تضطر تجهيزاتها البنية التحتية كالطرق والمواصلات، شبكة توزيع الماء والكهرباء، تدمير المؤسسات التعليمية والصحية، الشيء الذي يؤدي إلى اضطرابات واختلالات مجالية مهمة تزيد من حجم ووقع الأخطار والكوارث على المجموعات البشرية كتعطيل عملية الإغاثة والإنقاذ الخاصة، خاصة في المناطق المتضررة النائية والفقيرة. يقتضي هذا الواقع أبعادا مختلفة أهمية، خاصة عندما تزامن مظاهر الأخطار والكوارث المتعددة في نفس الرقعة الجغرافية، حينها تكون ضرورة الاستعداد لها ضعيفة، تكون تنوع الواقع حسب نوع الوسط الجغرافي.
هذا فيما يخص الاستراتيجيات، فهذه استراتيجيات ملخص لإطار عمل هيوكو ما بين سنة 2005 و2015 و2000، وقد وقع لها مجموعة من التقييمات. وحتى لا أطيل، هي لا أطيل عليكم، سأكتفي فقط بذكر محطات في ذلك. فالبداية كانت في سنة 1994، ثم بعدها خلال 1999، وأيضا وقع هنالك مؤتمر ثاني للحد من الكوارث في 2005، ومنه انبثق لإطار العمل لهيوكو لبناء القدرات الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث. وفي سنة 2006 كان هنالك المنتدى العالمي للحد من المخاطر والكوارث في 2006، تبعه أيضا منتدى عالمي في السنة الموالية، وأيضا جلسات في 2009، وخلص في الأخير إلى مجموعة من المخططات كمخطط الذي أعدته كل دولة على حدة، منها أندونيسيا التي أعدت مخططا لما بين 2015 و2045، وهنالك ايضا افريقيا، ايضا التي هي جنوب افريقيا التي اعدت مخططا الى حدود 2030 في اطار الاتحاد الافريقي. وفي الختام، اذا كان هنالك اسئله، اذا لم يكن هنالك شريط، هل اشاركه معكم ام نتلقى الاسئله؟ فقد انتهيت. شارك دكتور، ما فيش مشكله، احنا نبولهم الفائده الكبيره وراح نفتح باب الاسئله مباشره بعدها. غير نفسك أولا. أحد الحكام في الصين أمر بوضع صخرة كبيرة على طريق رئيسي فأغلقه تماما، ووضع حارسا ليراقبها من خلف شجرة ويخبره. ما يتحركش دكتور. مرة أول رجل. نعم. الفيديو ثابت، ما يتحركش. أنا عندي يتحرك. لا عندكم يتحرك أساتذة. لا ما يتحركش. لا سكره وافتحه من تاني وكبر الشاشه حتى يشوفوه. لا ما يتحركش فعلا. تمام ما هي عديها. حسنا، أن غير نفسك أو هل الصوت واضح؟ الآن ما في الصورة، أرجع دير مشاركة وشوف أيوة تمام توا الآن هاي بدي. تمام دكتور، أفتح بس الصوت هاي. ولن أحد كان في الصين أمر بوضع صخرة كبيرة على طريق رئيسي فأغلقه تماما، ووضع حارسا ليراقبها من خلف شجرة ويخبره بردة فعل الناس. مر أول رجل وكان تاجرا كبيرا في البلدة، فنظر إلى الصخرة باشمئزاز منتقدا من وضعها دون أن يعرف أنه الحاكم. فدار هذا التاجر من حول الصخرة رافعا صوته قائلا: سوف أذهب لأشكو هذا الأمر وسوف نعاقب من وضعها. ثم مر شخص ثان وكان يعمل في البناء
فقام بما فعله التاجر، لكن صوته كان أقل علوا لأنه أقل شأنا في البلاد. ثم مر ثلاثة أصدقاء معا من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في الحياة. وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم، ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي، ثم انصرفوا إلى بيوتهم. وبعد مرور يومين جاء فلاح من الطبقة الفقيرة فلم يتكلم، وإنما بادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها، وطلب المساعدة ممن يمر. فتشجع آخرون وساعدوه ودفعوا الصخرة عن الطريق. وعندما أزاح الفلاح الصخرة وجد صندوقا صغيرا فيه قطع ذهبية ورسالة مكتوب فيها: من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة، هذه مكافأة لك لأنك إنسان إيجابي، بادرت لحل المشكلة بدلا من الشكوى منها والصراخ. فلينظر كل واحد منا كم من مشكلة نعاني منها، ونستطيع حلها بكل سهولة لو بدأنا بالحل بدلا من التفكير في الشكوى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا انتهى ما أنا بصدد تقديمي لكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، محاضرة قيمة ترفع لك القبعة بصراحة، استمتعت استفدت. أنا شخصيا أتمنى أن الجميع استفاد، وهما واضح من التصفيق الحار دكتور، صدقا بارك الله فيك. نحب نفهمكم حاجة أساتذة، اليوم شق النظري وغدا هيكون شق تطبيقي نوعا ما لما حدث اليوم. الآن العفو أختنا مبروكة، الآن هنفتح الأسئلة، أعطوني فرصة، أنا والله لا أستثني أحدا ومش مستفيدة. أنا فكرتي في موضوع الكورس هذا في حد ذاته أو في الدورة ليكم إن إحنا عانينا من أزمة، ولازم نكونوا مستعدين لو حدثت مرة أخرى زي ما قال الدكتور في المحاضرة اليوم، فمش الهدف نستثني حد ولا مستفيدة. أختنا آمي مون تكلمي لأنك أنت من بكري من الجزئية الأولى، تفضلي. السلام عليكم، بشكر دكتور جدا على المعلومات اللي نورتنا بها، الحقيقة استفدنا جدا، وأنا شخصيا استفدت في نقاط كثيرة كانت غائبة عنا. أنا أريد أن أوجه إليك أستاذي سؤال مهم جدا. احنا حاليا توا خلينا نقوله في الارض الواقع باش نستفيدوا من الحاله اللي احنا فيها. توا بالنسبه لدرنا، درنا من 3 سنوات فاتت مر بها امطار غزيره وصار فيضان، لكن مش بكميه الوضع اللي كانت فيه حاليا، وتم غرق بعض المنازل، لكن للاسف نتيجه وجود سوء بنيه تحتيه. مرحلين ولا زالت هذه الأزمة موجودة عندهم، يعني معظم في ليبيا عندنا نحن البنية التحتية ولم يتم معالجة هذا الأمر، ففي حالة الدرنة تفاقمت هذه الأزمة. حدث الأزمة، وجدت الناس وفي اللي يساعد وفي اللي يقدر في المنزل، بس أنا كلجنة محاسبية من حاسب على باش حدوث الكارثة؟ هي الكارثة وقعت زي ما قلت، من نحاسب على قصوري في الخروج من هذه الحادثة؟ من هم الأشخاص المسؤولين؟ مثلا أنا كجهة رقابية تم توجيهي لي ملف درنا، أنا نبي نحاسب من الأشخاص الذين قصروا في توصيل المعونات، قصروا في عمليات المساعدات، أو وضعوا أشخاص ما همش في مكانهم سببوا عرقلات، رغم ان هم يعني ما كانوش يدروا ان وجودهم كان سبب عرقلة حاليا في الوضع الراهن. انا كجهة رقابية من احاسب في هذه اللحظة؟ وبالنسبة لي هو سؤال بالنسبة لي خارج الاختصاص، لان عملية المحاسبة كما قلت لكم كل دولة ونظامها السياسي وطبيعة القوانين. في اليابان وفي غير ذلك حينما يتم محاسبة الجميع دون استثناء،
في دول العالم الثالث يأتي هنالك ما يسمى بكبش الفداء الذي يحملونه كل شيء والبقية ينزل. هنالك من يكون هنالك حساب ولا يكون هنالك عقاب. نوع العقاب هل سيكون فردي أم جماعي؟ يعني والأهم من هذا ليس في العقاب، الأهم من هذا هل لدينا العقلية التي لا تعيد؟ لأن ما يمكن، أنا هنا سأطرح لك مشكل، أطرح لك نموذج لكي أبين لك المشكل. هل المشكل في في عملية البناء، هل عملية الغش التي تكون في البناء هل هي من صاحب البيت، هل من المقاول، هل من المهندس الذي رخص بهذا، هل من الجماعة التي أعطت تصاريح للبناء في مناطق غير صريحة للبناء؟ هنا يجب تحديد كل ذي مسؤولية على قدر مسؤوليته. فمثلا إذا أعطت الجماعة البلدية المدينة أعطت الرخصة للبناء في مكان غير صالح للبناء، فها سنحاسب صاحب البيت. صاحب البيت ليه؟ بماذا؟ هو يأتيك بأوراق رسمية تثبت بأنه حصل على الأوراق الإدارية. وهذا نجده في مجموعة من القطاعات، ليس فقط هنا، في مجموعة من القطاعات هنالك من يحصل على وثائق إدارية لإنجاز الشيء. كيف هذا تحاسبه لأن الدولة أعطته؟ تحاسبه من أعطاه ذلك. من أعطاه ذلك هو الآثم. إذا أنت كان لديك ابن وهو لا يحمل رخصة السياقة وأعطيته السيارة وحدثت حادثة، هل سنحاسب الابن؟ الابن هو قاصر أصلا، هو لم، ولكن من سنحاسب؟ أبا هو الذي أعطاه السيارة. وبالتالي هنا حينما تنقل بمن ستحاسبين، من ستحاسبين في ماذا؟ أما أن تقول من حاسبين فالكل سيحاسب، لأن الكل سكت، هذا سكت وذاك سكت وذاك سكت، فسكت الجميع فلحق. قال يا رسول الله أنا لك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني لا 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 نحمل، كما قلت سابقا، لا نحاول أن نحمل طرفا كل شيء، حتى وهذا حتى في يوم القيامة. في يوم القيامة وإن الرجل ليسأل يوم القيامة لماذا رأيت المنكر فلم تغير، فإن لم يلقي الله للعبد حجته لم يجد. حتى المنكر الذي منكر وقع أمامك، ولهذا قيل له إذا رأى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. يعني لا تطلب من إنسان، وإذا لم يكن هنالك تغيير للمنكر فنحن أيضا منكر، لأننا شهدنا لعنة بنو إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما صنعوا، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبس ما صنعوا وكانوا يفعلوه. يعني لا تطلبي شيئا أن يغير في عشية وضحاها. وبالتالي هنا عملية الحساب ستكون بشكل كل يحاسب على قدر تقصيره. لا نعتمد العقاب الجماعي كما تفعل إسرائيل الآن، تقوم بالعقاب الجماعي. لا نجعل من سرق درهما كمن سرق مليون، كمن سرق دولة، كمن لا، ليس سواء. بالرغم من أنه سرق، وهذا نجد في القوانين الوضعية تقول عملية السرقة، ولكن من سرق بيتا كمن سرق الدولة، كمن سرق مؤسسة عمومية. يعني هنا كما قلت لك يرتبط بالقوانين أكثر مما، والمجتمع أيضا، نظرة المجتمع لتلك الخروقات. لأن المجتمع إذا قمت بمعالجة الشيء وعاد من جديد فلا شيء يتحقق. إذا قمنا سوف نحاسب هؤلاء ويأتي آخر ويكون ما وضحته لكم الآن هو تربية الناشئة، كيف تعيش الناشئة مع الكوارث القادمة. بالنسبة لك أنت قد تكوني في مرحلة من مراحل عمرك انقطع عليك الماء والكهرباء وعادي تعيشين حياتك بشكل عادي، ولكن ابنك الذي لا يجد ماء لن يذهب إلى يقطع 5 كيلومترات وعشر كيلومترات ليأتي بالماء، ولكن فقط سيبقى وينتظر، إما سيشرب وإما سيجلس حتى يموت بالجوع. وأعطيكم نموذجا لهذا. كان لشخص شخص
يربي عصفورا في القفص، ولكن بعد أن سئم منه أطلق صراحة، ولكن ذلك العصفور منذ أباه وأمه وسلالته تربوا في الأقفص، يعني لا يعرفون كيف يأتون بالرزق، ليس مثل الطائر الذي كان في الطبيعة. فبقي فوق جدار أحد المنازل المقابلة لبيته، فبقي هناك حتى مات. من تحمل مسؤوليته؟ الشخص الذي لأنه لا يمتلك الخبرة، لم تعلمه كيف يصطاد السمكة، أعطيته السمكة وحينما توقفت عن إعطائه السمكة لم يعرف كيف يصطاد فمات. كما قيل لا هي أطعمتها ولا هي طلقتها تموت تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار في هرة. هذا من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل من سؤال آخر أو كان إذا كان هنالك من أخت شمس الشموس تفضلي، لأنها من المجموعة اللي تسأل أسئلة بكني وما جاوبتش وما أعطيناهاش إجابة. تفضلي أختي. إيميل شمس الشموس تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. أحب أتقدم بتحية للدكتور محمد بهاو إلى أستاذة ليلى رئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية، ولي الشرف أني كنت معكم في الدورة هذه ولأول تجربة لي، لأني أنا شابة مبادرة أو عضوة منتسبة حديثا. صراحة كانت الدورة قيمة، كانت قليل فيها كلمة دورة، كان فيها تكون ندوة علمية أو ورشة عمل هيك بصراحة، لأني استفدت من المعرفة وموسوعة العلم اللي عند الدكتور. عندي تساؤل أني كيف يتم تحديد نوع الكارثة عليه لما هو قال الدكتور طبيعي أو فعل بشري. عندي وجهة نظر في النقطة هذه، هي جميع الكوارث صح تكون طبيعية لكن من فعل البشر، من خلال قطع الأشجار يسبب في الجفاف والتصحر، مما يؤدي احنا نقوله في مرحلة قلة الأمطار، لأن الغابات هي السبب في الأمطار والزلازل منتوج. هذه وجهة نظر لغير ذلك أستاذي، قصد الزلازل متسببة في مثل احنا نقول عمليات الحفر، حفر لما هنا يديروا تسبب في شنو كوارث طبيعية، احنا نحركه في الطبيعة بفعل البشر فعل مفتعل. ومن ناحية الأبعاد لما تحدثت على الأبحاث الطبيعية للكوارث والمخاطر، هل هي الأبعاد نفسها ترجع للأبعاد الأساسية للبعد النفسي والبعد الاجتماعي والبعد المعرفي؟ وشكرا. شكرا للموصول. فيما يخص محاولة ربط الكوارث الطبيعية بالإنسان بشكل خالص، بالنسبة لما يخص ربط الكوارث الطبيعية بالإنسان، هو أيضا شيء من التطرف، التطرف والتطرف المضاد، لأن تلك الظواهر كانت قبل وجود الإنسان، ونظرية زحزحة القارات تشهد عن ذلك، أن هنالك وقعت مجموعة من الهزات ومجموعة من والكرة الأرضية في حركة مستمرة، أي أنها مرة هنالك عملية للبناء والنحت والإرصاد، وهذه تدور في دورة الأرض. وأيضا حتى في الظواهر المناخية، فنميز في العصور الجيولوجية بين الفترة الجليدية والبيجليدية، والإنسان آنذاك لم تكن لا صناعة ولا إنسان ولا غير ذلك. أيضا الديانة السماوية تحدثت عن وقوع سد مأريب، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، يعني كانت لهم جنة هذه في مأريب في اليمن، وبعد ذلك وقع ما وقع لهم. وأيضا قصة يأجوج ومأجوج، يعني أن الظواهر الطبيعية لا يمكن أن نربطها بالإنسان. الإنسان هو عامل المساعد، قد يكون هو أيضا الجفاف، الجفاف هو شيء طبيعي، ولكن الإنسان يحد. وخير مثال على هذا ما ورد في قصة يوسف، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما زرعت حصدتم فضروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 70 يغاث فيه الناس وفيهم يعصرون، يعني أنها شيء. وأول قانون وضع
فيما يخص الماء هو قانون حمورابي، وأكد على أنهم كانوا يعانون من الماء. الحضارة المصرية ذكرت أنها كانت تعاني من الجفاف، وليس الآن. لا العراق ولا مصر كانت تعاني من الجفاف قبل أن حتى لا يربط نربطها بعنصر واحد. فقط ما يجعل الإنسان أنه يزكي تلك الأشياء، فبعوض أن تلك الأشياء كانت تأتي بوتيرة ما وبدرجة ما، الإنسان زاد منها. لأن حتى حينما تقوم بإنشاء سد، فأنت أيضا تنقص المياه التي أنت تحاول تخزينها في السد، تنقص من مياه البحر. تلك المياه التي تنقص من البحار سواء من بتوقيف السدود أو بعملية تحلية المياه، هي التي يتم تعويضها من القطبين الشمالي والجنوبي، وهذا ما يهدد المناطق ذات الساحلية. المناطق الآن الدول التي تعاني من الجفاف تريد أن تحل مشكلة الجفاف بتخزين المياه وتحلية مياه البحر، ولكن الطبيعة كما يقال تخشى الفراغ، وذلك الفراغ سيتم تعويضه بغض النظر، لأن إذا نقصت المياه في جزء من ما يتم تعويضها انطلاقا من سيارات الحمل الحراري في البحر. أما فيما يخص الأبعاد البيئية واللي هي مرتبطة بالمجتمع، فهذا الأمر هو بعيد شيئا ما، لأن الإنسان في ارتباطه بالبيئة يختلف. فمثلا الإنسان المزارع لديه ارتباط بالأرض أكثر من الإنسان الذي يشتغل بالصناعة أو الذي مر اقفل المايك، مرتبط بالصناعة أو مرتبط بالخدمات، فهو أقل ارتباطا بالأرض. وبالتالي إذا حدثت شخصا موظفا عن الجفاف، هو إذا لم تتغير الأسعار وتم استيراد المواد من الخارج ولم تتغير، يقول لك أين هو الجفاف، ويذهب إلى السوق ويلقى جميع المنتوجات متوفرة. فأين هو الجفاف بالنسبة إليه؟ هو لا يوجد جفاف، ولكن هو تلك المنتجات لا يعلم هو مصدرها، هل هي من البلد، هل تم استيرادها إلى غير ذلك. هل من سؤال آخر إذا كان هنالك شيء غير واضح؟ نعم، أستاذة هند علي تفضلي. السلام عليكم. الصوت واضح لكي؟ واضح الصوت. تمام. الشكر موصول لكم جميعا، خاصة الدكتورة ليلى والدكتور، بارك الله فيكم. طبعا بنختصر كلامي، نبي نسأل الدكتور على حادثة درنا. يعني بطبيعة الحال إن هي صارت أمطار غزيرة على منطقة درنا، وإن فيه سدين، السد هو الصغير طبعا، يعني بنتكلم بالعامية والسد الكبير، بس نبي نعرف إن هل يعقل يعني إن السد حجمه كبير، وحتى يعني إحنا ماشيين ومصورين عليه حجمه كبير هلبة، يعني هل يعقل إن هو السد من كمية المياه إنه يصير انفجار السد كله، يعني كله يتكسر؟ هل يعقل؟ ما يعني في حتى في الصين، في حتى في أمريكا، السد لما يتفجر ممكن يصير شوية تشققات أو شيء، أو من كمية المياه صار الانفجار وصار هالدمار اللي شفناه في درنا. فهذا أنا اللي حابة بجديتني إن نستفسر منه، وإن شاء الله ربي يصبر أهلنا في درنا، فكانت فاجعة سواء في درنا أو في المغرب الشقيق. وهذا سؤالي للدكتور، ومشكورين إن شاء الله، موفقين جميعا. بالنسبة لما يخص إشكالية السدود، سأعطيك مثالا بسيطا. إذا كان لديك ما يعرف بأنبوب الغاز، أنبوب الغاز من قنينات غاز كبيرة، إذا قمت بعملية طلق الغاز من الأنبوب من قنينة الغاز والتجافي الأنبوب، ولكن لم تقولي بإشعال الفرن، ماذا يقع لذلك الغاز؟ سيقع له انضغار. سوف يحدث اثنين، إما أنه سوف يتحمل ذلك الضغط أو أنه سينفجر. إذا لم تقوم بعملية الطلق، لأن الضغط يرتبط بالمولد، إذا تساوت الضغوط سيبقى الضغط هو، إذا وقع خلل في الضغط فالجهة التي تضعف هي التي تنفجر. ولهذا في تحديدنا للسدود
كما قلت لكم أنها حسب نوع التيارات، ليس كمية الماء بل قوة التيار. القوة تعتمد على الدفع، قوة ما يسمى بقوة الدفع. إذا لاحظت هل يمكنني أن أقول لك أن ضغط الماء، ضغط المياه يمكن أن يقطع أي شيء. إذا ضغطت الماء بضغط مرتفع يمكن أن يقطع أي شيء. الماء هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يقطع أي شيء، يقطع الفولاذ، يقطع أي جبال، يهد البناء، لأن المياه المضغوطة تصبح قوة ولا تصبح مادة. لا تنظر، لو نظرت إلى قطب حديد والماء تقولين أن القطب الحديد هو الذي أصلب من الماء، ولكن الماء إذا قمت بضغطه وتوجيهه نحو الحديد سيقطعه. وبالتالي لا تنظري إلى حجم السد بقدر ما تنظري إلى قوة الضغط. وهذا سأبينه في الجزء المتعلق بالسدود، لأن كل سد له نقط ارتكاز، تلك النقط الارتكاز هي التي يجب معالجتها. مثلا السدود التي تكون على شكل قوس تكون نقطة ضعفها هي النقطة رقم 45 في السد، أي الزاوية التي تكون ب 45 هي هنالك مركز ثقل السد، وإذا لم يتم التحدث يحدث انفجار. أريد أن أقول لك أن كان هنالك سدا في إحدى البحيرات، ونظرا لوجود أنبوب ما بين الحوض الأول والثاني في السد لمنعه، وقع أن هنالك انسدادا في ذلك الأنبوب. ذلك الأنبوب يكون مثل هذين القلمين فقط، ولكن نظرا لتوقفه نتج عنه انضغاط، لأنها تسربت الأتربة فانغلق الأنبوب، وحينما انغلق الأنبوب لم يجد الماء أين يذهب، فانفجر ذلك الأنبوب، وحينما انفجر ذلك الأنبوب أدى إلى امتلاء الخزان الآخر. ذلك الخزان الآخر لم يتحمل المياه فنتج عنه انهيار، ذلك الانهيار أدى إلى انهيار التربة، وتلك التربة جارت وطمرت كل من يوجد في السافلة، قرية بأكملها تم طمرها، والسبب هو أنبوب من هذا. كان هنالك منجم لاستخراج الأحجار، وكان يعتمد على الأحواض المائية في عملية تصفية تلك المواد، ولكن سبب هذا ذلك الأنبوب الذي انغلق تسبب في انجرف. هذا وقع في المكسيك، ويمكن لك الرجوع إليه لكي أبين لك أن ليس كل الأشياء التي تبارون ضخمة هي أشياء صلبة والتي هي دقيقة، هي هنالك أشياء وتفاصيل صغيرة كما وضحت لكم تعكيس. ولقد بينت لكم في نموذج تسونامي أن فتاة رأت أن البحر قد تراجع بشكل كبير فنبهت المصطفين، فقط فتاة صغيرة لم يكن هنالك حتى الإنقاذ لم يهتم بها، ولكن حضرتهم، فخرج كل من كان في ذلك الشاطئ في ذلك البحر، خرج إلى الشاطئ وابتعد، وبعده مباشرة بعد خروجهم تبعتهم ومجاش كانت لو بقيت لابتلعت كل من في الشاطئ. لذلك استقراء الأشياء يختلف حسب درجة علم كل واحد ومداركه. هل من سؤال آخر؟ بارك الله فيك دكتور، صراحة الأسئلة أثرت المحاضرة أكثر، شكرا جزيلا لكل من يسأل في السياق. أستاذة فاطمة الترهوني تفضلي. أستاذة فاطمة الترهوني، وإلا هنأخذ اللي بعدها. أستاذة جميلة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كل الشكر والتقدير والاحترام على هذه الثقافة القيمة، شكرا لكم، ونشكر الدكتور محمد على الدورة العظيمة الذي يقوم بها على الجهد. شكرا للدكتورة ليلى سويسي، لساني يقف على عجز أن أشكر لكم، وشكرا لكم ولكل شيء. والله هذه المحاضرة هذه القيمة
جدا جدا جدا، في حاجات يعني بعبرة نستفيد منها بالاستفادة، وما عنديش أي سؤال، لكن استفدت هلبة من هذه المحاضرة للدكتور محمد، ونشكر للدكتورة ليلى جدا جدا جدا، هذه المرأة الليبية القوية، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم إن شاء الله يا رب، وشكرا لكم. شكرا شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. طبعا معكم فاطمة الترهوني، متطوعة في الهلال الأحمر في الدعم النفسي. فنحب نقول أني ما بعد الكارثة من الدعم النفسي، في اعتباري تلاقيت مع أهالي درنا، فما بعد الكارثة كانوا محطمين طبعا نفسيا. في ناس حتى هم مشوا عشوائي لدرنا، طبعا من ضمن وين تطرقتوا للموضوع الدعم النفسي وكيف الإنسان إنه يقدر هو يدعم نفسيا. فأني كأم فاقدة ممكن وعشت آلام وحزن، فقدرت أني نوقف معهم نفسيا، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فمن بعض الكوارث اللي هي قلنا احنا فزعة خوت ومشوا لي دارنا، فكانوا حتى عمال النظافة يعني فتعبوا نفسيا ما بعد. يعني واحد ممكن نعفس عليه جثة، واحد بيحفر قام يد، فهذا عدم دراية بما بعد الكارثة، يعني كيف أنت تقدر تتصرف مع الكوارث هذه. فاحنا ممكن ناقصين منها الحاجة هذه، ما قدروش الناس كيف يفزعوا كيف يتعاملوا مع الناس هذه. فيا ريت من ضمن المحاضرة إن نعرفوا الناس كيف ندعموا الناس نفسيا ما بعد الكارثة. فأنا تطرقت للموضوع زي هذا وعشت معاهم الناس، فكانوا محطمين نفسيا، لكن بحكم إني أنا عشت كوارث حتى أنا وعشت كارثة، فقدرت أني ندعمهم نفسيا، وهذه الحمد لله يعني. فيا ريت نطرقوا الموضوع ما بعد الكارثة من ناحية العامل النفسي ليه دور، لأن هو اللي بيقدر يبني أجيال بعدها، لأنه هيأثر في الطفل وفي الكبير وفي الصغير، فهذا يأثر على مجتمعنا. أستاذة فهذا اللي فاطمة بنقوله. سامحيني دكتور، اسمح لي نجاوبها، مش اختصاص الدكتور، ولكن احنا ما كمنصة بعد الكارثة، أي ما نعم بعد الكارثة، أي نعم انت تتكلمي على الشق النفسي، والشق النفسي هذا يحتاج لمرشدين وأخصائيين اجتماعيين ودكاترة علم النفس. احنا كمنصة درنا الشيء هذا إلكتروني، بحكم إننا إحنا اشتغلنا على الموضوع هو، ودرنا فريق يخدم أخصائي اجتماعي، مرشد نفسي، دكتور علم نفس اللي هو الإكلينيكي، تمام. عملنا هذا المخطط، ولكن للأسف في حاجة قالها الدكتور، قال إن استجابة الهيئات والإدارات دائما عندنا إحنا في الدول العالم الثالث ضعيفة، ضعيفة هذه اللي نحكي عليها يعني، لم لأنه يأثر على يستجيبوا المجتمع. للنقطة هذه. نعم نعم هي هتكون جزئية لاحقة، أنا غير جاوبتك في الجزئية اللي تخصني، تو نترك كل مجال لدكتور محمد باحو هو يجاوب. تفضل دكتور. هو بالنسبة لي سأخصص جزءا مهما لعملية التدخل والنفسي، وأيضا من حيث بعض الحالات سنحاول كيف نعالج، لأن التدخل النفسي لن يكون بشكل مجرد أو بشكل مطلق، بل كل حالة تتطلب نوعا من التدخل، كما هو الحال في أي. لا نأخذ أن وقع الدرن كأنه شيء خارج المألوف، لأن مجموعة من الأشخاص قد يتعرضوا إلى حادثة سير، قد يقع حادثة لخروج قطار عن سكة ويرى الإشلاء، قد يقع في حادثة في منزل ما، انفجار لقنينة غاز، تماس كهربائي، يعني هذه الأشياء هي شيء يعاش بشكل يومي. وبالتالي عملية التدخل النفسي لا يمكن أن نعطيها جملة واحدة، لأن كما ذكرت في البداية هنالك مرض واحد ولكن لا نعالج بنفس الدواء. هذه في جميع الأمراض، سواء منها الجسدية أو النفسية، هنالك مجموعة من الأشخاص إذا أبعدتهم عن مكان الكارثة ينسى كأنها لم تقع، وهنالك أشخاص يدخلوا في حالة أكبر مما هو فيها. يعني لا يمكن أن نعطي حلا
يتوافق مع جميع الناس، لأن كل إنسان وكيف هذا ستجدين حتى في نفسك. هنالك من الأشخاص من يكون في أزمة ما يغضب عن نفسه ولا يتحدث مع أحد، لا يضرب، لا يصرخ، لا يبكي، لا شيئا من هذا. وهنالك العكس، من يكون في أزمة يأتي ولا يأكل ولا يشرب، كأنه ما هو تعبير، كيف هو ذلك هو الأسلوب الذي يفرج فيه عن كربه أو ما أصابه. وهذا معروف في الطبيعة البشرية للإنسان. الطبيعة البشرية للإنسان لا تعتمد على أسلوب واحد، الأنفس تختلف والتأثر يختلف والعلاج أيضا يختلف. لهذا أفضل أن تكون كل حالة على حدة، وحتى في عملية العلاج، في عملية العلاج ألا تكون تأخذ شكلا كلينيكيا، لأن حتى في عملية التدخل النفسي كما قلت الكل يدخل في مرحلة شهر العسل، نعطيك ما تريد وما أدري وأبو كذا و ولكن بمجرد لأن حتى عملية الدعم النفسي لن يستمر طول نفسه، كمن إذا أصبح هذا فأصبح مدمنا، كمن هو مدمن على مخدرات، يعني بحاجة إلى الدعم النفسي في حياة، ولكن هدفنا أن نتجاوز أن لا نبقى في تلك المرحلة، أن لا نخرجه من أزمة وأن أدخله في أزمة أنه دائما في حاجة إلى الغير. هذه ستلاحظون حتى في التربية، العديد من الأمهات يربون أولادهم على أنهم يحبونهم، ولكن في يوم من الأيام إذا أتته دراسة أو عمل خارج مدينته أو بلده تجده يبكي ولو عمره 40 سنة، وهذا ناتج عن التربية. لماذا؟ لأنه لا يزال يرتبط بأمه ولا يزال يرتبط ببلده ولا يريد أن يفارق، لم يفطن بعد. وهذا ما يجب أن ينظر في علمنا، يعني أننا نتجاوز، لا نبقى حابسين تلك الأزمة، لأن الأزمة قد تأتي وهل ستدومين له أنت إذا كنت في الدعم النفسي؟ لن تدوم، لأن الدعم النفسي يكون في حالات وسينتهي. حتى الأمراض النفسية يتجاوزون فترة العلاج ويصبح عاديا، لا يمكن للطبيب أن يظل المريض لديه إلى الأبد، يجب أن يعالج، وإلا لن يسمى طبيبا. لماذا هو آتيه؟ ليعالجه وليس ليبقيه على حالته. هل من سؤال آخر أو إذا كان؟ بارك الله فيك دكتور. أستاذة إيميلها توتو تفضلي. أختنا اللي إيميلك توتو تفضلي، وإلا تفضلي أستاذة نبيلة التجوري تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد مشكور جدا 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 بدون مجاملة، نظرا أنت رجعتني للماضي الحنين المحاضرات القيمة اللي تميزت بها هذه الليلة بصراحة، يعني زعلانة جدا أنك بتعطينا يومين بس، لا نبي معك شهر، دبر كيف ندير معك راي. والخبرة والعطاء له دور كبير. طبعا أنا مبكري طلبت رفع اليد مش لي شيء، وشكرك أنت ولا شكر بارك الله فيها دكتورتنا الراقية ليلى سويسي أو الأخوات الجميلات كلهم. أنا كنت كل سؤال يطرح أو أنت خلال المحاضرة أنا نكتب فيه ونجاوب فيه. أنا كنت نبي أتصلح لي الإجابة متاعي، لأن الأخوات لما هم يسألوا فيك وجاوب فيهم أن نجاوب هل جوابي قريب ليك أو لا. هذا بالنسبة لما كنا في المحاضرة الأولى، وبعدها أنا خشيت صليت المغرب ومعادة نستمع ورجعت بسرعة ليك. ما فيش مشكلة أستاذة نبيلة، أبعتيهم لي على الخاص، راح نرسلهم للدكتور، نبعث لك تعليقة كاملة إن شاء الله. شكرا. وبعدين أخواتي أعضاء مجلس الموقر الأعلى، بإذن الله حنطالب من الدكتورة ليلى أنا بداتي لازم نقعد ونناقش، لأن اللي لاحظ أن بعض الأخوات ما عندهمش دراية بهلبة مواضيع، لدرجة أن لما تفاجئوا مع النقاش مع الدكتور بأسئلة يعني مفروض هم عندهم بها معلومة. ولكن اللي بنقوله يا دكتور، من خلال الأسئلة أنت قلت لي مبكري، أنا لما قلت لك إحنا في النهار نشتغلوا في الليل بعد نرجع إدارية، ردير في بالك في فرق
وبارك الله في شباب وفزعة الليبيين من جميع الضفادع البشرية والقوات المسلحة والإنقاذ البحري لهيئة السلامة الوطنية، نشتغلوا ليل نهار نظرا حتى شوف الظروف والمعدات الضعيفة جدا والإضاءة صفر، ولكن احنا نحاولوا حتى في الليل نطلعوا راو للعائلات اللي قاعدين ونسمع في الأصوات ونتبعوا ونطلعوا إن شاء الله كل شيء بالأجر. هو في كلمة قلتها واحترامي ليك نحط فوطاء صراحة، بالعكس أنت خبرة جغرافيا جيولوجيا عالم تبارك الرب موسوعة، وهذا لينا شرف اليوم اللي شرفتنا فيه بصراحة بالذاتيني. اللي بنقوله أنك هل أنت تدعمنا بمذكرات يا أستاذة أن احنا بتبقى شكليني نحب الإرشيف عندي يعني موجود، لأنك أنت مبكر تعرض في على الكمبيوتر في بعض منها صورتها راح يوصل بي دي اف استاذة نبيلة سامحين، راح يوصل بي دي اف وراح يوصل حتى ورشات العمل اللي هم فيها تدريب راح يوصل كلها، لان هذه اصلا سياستنا كمنصة راح يوصل لكم اكيد في منكم، وراح وهذه محاضرة مسجلة راح تنزل على القناة وهنبعث لكم رابطها، لان اكيد كلكم امهات كل نساء عاملات ما فيش مشكلة. فيكم انا بالنسبة لي انا الاستاذة واحترامي لكل زميلاتي نظر العمل الفني والمهامي هذا يهمني. بالنسبة للأخوات في بعض من بس في سؤال اللي هو أهم شيء بنقول عليه، روحني ليبيا في غرفة عمليات في متابعة في الحروب في الزلازل في أي كوارث على مستوى ليبيا على مستوى دولي، في بعض هلبة أسئلة أنا كلكم اللي سألتوها راني كاتبتها ومجاوبتها، ولكن من بيش نضيع الوقت توا، لكن هنطلب من دكتورتنا الموقرة حنديروا إن شاء الله جلسة معاكم ونجاوبكم في بعض الأسئلة اللي عندي بها دراية واللي عندي بها علم، ومشكور دكتوري الفاضل، وإن شاء الله نتفوقه ونرفعوا لك راسك في الأسئلة بتطرحها علينا، وحتى كان جاوبنا غلط أرجوك أعطينا بعدين الإجابة الصحيحة، وليتكم سعيدة وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك. راح يكون في جزء آخر، أنا الصبح حضرت اجتماع أنا والدكتور وقلت لحنا لن نكتفوا بالجزئية هذه، لأني أنا نبي إعداد خواتنا في المجلس لأي شيء يحدث لنا، ولا أتمنى أن بلادي ليبيا يحدث لها أي شيء، فهيكون في جزء آخر إن شاء الله، نتمنى تكونوا مستعدين هذه المرحلة الأولى. دكتور محمد تفضل حتى نعطوا لدكتورة ليلى بعدها. شكرا موصول للأخت نبيلة، ما أردت أن أؤكد عليه هو أن حتى في الحديث عن عدم وجود الكهرباء والاشتغال هو أيضا يعتبر في تدبير الكوارث والمخاطر الطبيعية من الأشياء من الخلل في المنظومة، لأنني ذكرت لكم في عملية تدبير أن نحدد الموارد اللازمة لكل فريق، لأن لا يعقل أن نطلب من سيارة الإسعاف أن تقوم بنقل الضحايا إلى مناطق وهي لا تتوفر على البنزين وتقف في منتصف الطريق، إذا وصلت في وقفت منتصف الطريق من سينقذها؟ هي سوف تصبح هي التي كانت تنقذ تصبح تحتاج إلى منقذ، وبالتالي حتى في عملية وضع الخطة نضع تلك الخطة ونعتمد فيها على ما نتوفر عليه من أجهزة. أنا لا أطلب من الفرق أن تعمل 24/24، حتى هذا أنا ضده، حتى ولا توفر ضده. لماذا؟ لأن سيكون هناك إنهاك لتلك لأولئك الأشخاص، لأننا نحن لا نريد أن نخرج من أزمة آنية ونبقى في أزمة أخرى، لأن العديد من الأشخاص ماذا 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 يصنع؟ يقوم بإنقاذ تلك المجموعات البشرية، ولكن ينتظرون المساعدة الدولية، وحينما تنقطع المساعدة الدولية سيمدون أيديهم. أنا ضد تلك لدينا حل آلي فرضه ظروف معينة صحيح، ولكن أيضا لا نظل وقت حبيسين تلك اللحظة، أن حينما نطلب بالتدخل في المشكل أن كل جهات. لهذا ركزت تكون الورقة في التدخل تكون ورقية،
ورقية حتى يتدرع أي من الفرق التي تدخل بالميدان بعدم العلم، لأن أي شخص ستذكرينه في عملية الإنقاذ يقول لك أنا لم أعلم، قد تتوقف شبكات الهاتف، قد يتوقف الأنترنت، قد يتوقف الشحن في هاتفه، ولكن الورقة التي عنده دليل إدانته هو، لأن وصلته الورقة ماذا فيها؟ الإجراء الأول، الإجراء الثاني، ماذا نحتاج لذلك؟ وإذا لم يتوفره يجب أن يراسل ويقول لي لا أتوفر على هذا وهذا، وهذا يكون قبل التدخل في الميدان، لأن الإشكال الذي يقع إذا مثلا أعطيك مثالا آخر، إذا كان هنالك شخص مصاب مثلا في عينه وأرسله إلى ذلك إلى مستشفى معين، وذلك المستشفى لا يوجد في طبيب الأعين، فأين هو الخطأ؟ بالنسبة لي أنت أنقذته، ولكن لم نصل إلى الغاية، الغاية هي أن أرسله إلى المكان الذي يعني، وهل أرسل المريض أم آتي بالطبيب؟ إذا أردت أن آتي بالطبيب هل سأوفر له المعدات كما التي يجدها هناك؟ وهذا الأمر سأعالجه أيضا حتى في عملية التدخل الميداني. لهذا الآن لا تزال الصورة كلها لم تضح، الآن أمامكم الجزء النظري، الجزء التطبيقي أيضا سيتضمن شيئا من النظري، ليس شيئا من النظري الذي يطبق في الميدان، وليس لأن هذه المصطلحات التي أعطيته لكم وهاته هذه لنفهم الأشياء لكي نفسرها بشكل أوضح، لأن ما يقع لنا من تفسير للأشياء هو التغالط، لم تأتي سيارات، لم تأتي، وهنالك مجموعة من سيارات الإسعاف لا ينصح لها أن تأخذ المريض، لا تتوفر على معدات، متى تصنع لذلك؟ تنقذ مريضا آخر لأنها لا تتوفر على آلية التي تنقذ المريض، إذا فقط ستحمله لكي يذهب به إلى مستودع الأموات، وكان الأجدى أن ننقذ آخر لا يحتاج إلى من يقع له كسر ليس من لديه نزيف، لأن حتى التجهيزات تختلف في السيارات الإسعاف، وأيضا لا أرسل سيارة للطريق وأنا أعلم تلك الطريقة هل هي سالك أو مقطوع، العديد من السيارات خلال زلزال المغرب وصلت إلى منتصف الطريق ورجعت لأنها وجدت الطريق مقطوعة، أولم يكن ذلك وقتا ضائعا؟ كان ممكن أن تستغل وقت، وكانت استعمال المروحات لا يمكن استعمالها في جميع الأماكن، لأن المروحيات أيضا لها ضوابط ولها تقنيات للنزول والصعود، وأيضا مرتبطة بعملية الرادار أو التوجيه، لأن جميع الطائرات والمروحيات تحتاج إلى رادارات لكي لا يقع هنالك اصطدام أو تكون هنالك تيار هوائي ويأتي بالطيارة، والطائرة كما تعلمون لها تكلفة مادية كبيرة، وبالتالي حينما نطرح مجموعة من الأشياء نطرحها ببصيرة، لأن البصائر هي التي تمكن من الوقوف على الأشياء، صحيح أن الإنسان كما يقول النمر النازف أو المضروب يكون هائجا، حينما يكون أي حيوان في حالة إصابة فهو يهيج، لا يمكنك أن حتى ولو كنت صاحبه، هذه في جميع الحيوانات قطة أو شيئا من ذلك القبيل حينما يكون يتعرض إلى ضرب أو إلى نزيف أو لن يسمع إليك حتى ولو كان من وكذلك الأشخاص حينما يكون شخص ما في حالة متعصب أو لا حتى لو حدثته لن يسمع ولو كان كنت لديه من كنت لأنه ليس في وضعية، لهذا حتى في التدخل في الميدان نراعي العقل قبل العاطفة، لأن العاطفة تتغير ولكن القلب يخطئ مرة في العمر فيحاسبه العقل طول عمره على ذنب اقترفه، وقد مثلت لذلك لما تفعله العديد من الأمهات، تكون تتحدث مع ابنها فلا ينصت لها فأي شيء كان في يدها كانت في المطبخ كانت في يدي و قد تسبب لعاهة أو تميته أو شيء من هذا القبيل، وتظل طول حياتها وهي تندم ولن ينفع الندم، وأيضا قد يتخذ منها موقفا عدائيا، أي أن أنا الذي لم أتحكم في غضبي، كانت نتيجة ذلك. هل من سؤال آخر أو كانت تعقيب؟ فأنا هنا. دكتورة ليلى تفضلي لو عندك سؤال أو لو حابة تعطيه لدكتورة الأستاذة شيماء دردور.
لا دكتورة من فضلك خليني الكلمة الختامية بس، أعطي الأخوات اللي رافعين الأيدي من فضلك، يعني خليني آخر واحدة. شكرا لك. تمام أستاذة شيماء تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذتي، أني اللي من بكري تكلمت شمس الشموس، أعتذر لأني غيرت الاسم شيماء دردور، لأني ما كانش عندي خلفية أن الأستاذات مدارين بالأسماء بتاعهم. بالنسبة عندي تعليق عادي لو معلش تسمحي سامحيني انا بنقاطعك، بس اذا انت سالتي خلي للي ما تفضلي سالش، أستاذة. بالله عليك في اللي ما سالش اعطيهم فرصه باش ما يزعلش حد مني ويعتقدني نهمش في حد. اختي توتي توتي تفضلي، لان اعطيتك الفرصه بكري وما سمعتيش، تفضلي. خلاص تفضلي اختنا شيماء، اذا ما عادش في اسئله ارجوكم. هي تفضلي اختي يا توتو، يعني راهو مازال في بعدك حد بيسال، قصيت عليها باش انت تسالي. تفضلي نسمعوا فيك. دكتورة ليلى تفضلي اختمي، وان شاء الله تكون محاضرة غدا اكثر روعة لانها كلها تدريب ان شاء الله. السلام عليكم. اول شيء شكر للدكتور محمد لمنصة اليسار المتميزة، للدكتورة ايمان المناعي، يعني جدا كنتم انتم وقت المراجعين اعطيتم انطباع وصوره ان هناك طاقات عربيه مميزه، ان هناك كفاءات نفخر بها، وخاصه في مغربنا العربي الشقيق، وهذا مش غريب عليهم. والعطاء ايضا، خاصه لما يكون، وهذا يعني حتى للعلم بالنسبه للاخوات، لما يكون عطاء تطوعي وليس مدفوع الثمن، الدكتور من المعروف عليه أنه هو يستاهل أن يتقاضى آلاف الآلاف على محاضرة هذه القيمة. وصراحة نشكره جدا 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 على تعاطفه وعلى اهتمامه وعلى عطائه المضني طيلة الوقت الطويل، وما زال عنده غضوة. يعني بجد فخورين بكل كلمة قالها وسعيدين بها، وهذا مش غريب على كادر الدكتورة إيمان المتميزة الليبية اللي نفخر بها جدا، واللي احنا سعدنا بالتعاون معاها مؤخرا، اللي هي بإذن الله مديرتنا لكل المنصات الإلكترونية في التدريب في الخارج. وهذه الإطلالة الأولى اللي يعني نحب حتى نقولها للسيدات المنضمات والمنتسبات لمجلسنا الوطني الأعلى للمرأة الليبية، إن إحنا عندنا كفاءات ليبية نفخر بها في الخارج وفي الداخل، وعلى رأسهم الدكتورة إيمان. الشكر موصول قبل ما ننسى لكل الأخوات الإيجابيات، بالذات اللي حضروا اليوم معانا واللي منحونا وقتهم وعطائهم وفكرهم واهتمامهم، واللي فرغوا نفسهم لهذه المحاضرة القيمة في التوقيت أعتقد المهم جدا، والتوقيت الحرج هذا. أنا بس نبي نقول ملاحظة أخيرة، اللي هي ما بعد الأزمة اللي تكلمت عليها بعض السيدات، اللي هي الدعم النفسي والاجتماعي، ان احنا حاليا نأسس في فريق يتكون من الطبيبات والاخصائيات الاجتماعيات والاخصائيات النفسيات ومن لهم علاقة بهذا الاختصاص النفسي، وبالاستعانة طبعا بالرجال المساندين والداعمين. الفريق يتكون من سيدات من المجلس ومن داعمين رجال، وكل من عندها الرغبة أن هي تتعاون تتواصل معي على الخاص ليتم تسجيلها، لازم تكون تملك الكفاءة وتملك الخبرة في هذا المجال. طبعا هي الاختصاصات مهمة في هذا الصدد بالذات، ما ينفعش المعالجات النفسية والإجراءات
إلا للذوات الكفاءة والخبرة. عندنا تنسيق مع عدد من الجهات الاعتبارية والتشريعية والأمنية بهذا الخصوص، والحمد لله لقينا استجابة كبيرة جدا، وعندنا اجتماعات مقبلة خلال الأسبوع القادم معهم للتعاون في درء الضرر لإخواننا المتضررين والناجين من المنطقة الشرقية، سواء كان أطفال نساء، وأيضا بعضهم معاقين وبعضهم محتاجين للمعالجة النفسية الاجتماعية. الشكر لكل مرأة ليبية حضرت اليوم، فخورة بكم جميعا، سعيدة بكم جدا. نتأمل وإن شاء الله بكرة أن يكون الكثير من الحزم، وكانت البداية قد تكون شوية صعبة، بعض السيدات متمكنوش نتيجة تذبذب الإنترنت أو يعني إشكالية في هواتفهم قد تكون، نتمنى بكرة تتعالج بشكل أفضل عشان يكون الحضور كامل، وحيكون أكبر، أتوقع أنه حيكون أكبر. الشكر والختام للدكتورة إيمان، دكتور محمد، سعيدة جدا جدا بالتعاون والتعرف عليكم. شكرا ليك دكتورة. دكتور محمد، قول كلمتك الأخيرة حتى نختم، وإن شاء الله نلتقي غدا. تفضل دكتور في الاستماع. شكرا الموصول لمنصة اليسار على هذه الاستضافة، وللحضور الكرام على أسئلتهم، وأتمنى أن أكون قد قدمت شيئا مفيدا ونافعا لهم. وكما يقال، ما لم يدرك كله لا يترك جله، وأؤكد أن هذه الأشياء تراكمات. أي دولة لم تصل إلى ما وصلت إليه في رمشة عين، كل خطوة مسافة 100 ميل تبدأ بخطوة، وهذه الخطوة أتمنى أن لا تكون موسمية، بل أن تكون تتبعها خطوات وخطوات، وليس في مجال ما على حساب مجال آخر، لأن كما يقال لا يمكن أن تصعد إلى الدرج برجل واحدة بل بدرجات، لأن التنمية تتطلب تنمية اقتصادية واجتماعية ومعرفية وفي كل القطاعات. نحن نحتاج إلى خبراء في كل مجال، نحتاج إلى علماء في كل مجال. لا هنالك تخصص أعلى من تخصص، وبالتالي حتى لا يظلم أحد، وأن يتاح للجميع تقديم ما لديه من مهارات، ونتيح الفرص بغض النظر عن النوع وعن الجنس وعن الانتماء، سواء العشائري أو للمدينة أو لغير ذلك، لأننا كلنا في بلد وفي أرض واحدة. لا أحد سنسأل هل هذا الثوب من هذه المدينة، هل ذلك الأستاذ من هذه المدينة، إذا من هذه المدينة أو ذاك، بل لأن لا أحد اختار تلك الأشياء تفرض. وإلى غدا إن شاء الله، والذي أتمنى أن يكون أفضل من اليوم الأول، وأشكركم وأستسمحكم، والسلام عليكم. شكرا جزيلا لكم جميعا، أطلنا عليكم، ولكن كانت محاضرة في محلها، وصراحة أنا شايفة أنها حققت اللي احنا نبوه، سواء أنا أو دكتور محمد أو ما تناقشت فيه أنا ودكتورة ليلى سويسي. شكرا جزيلا لكم، تصبحون على خير، نلتقوا غدا إن شاء الله الساعة 4:30 غدا، بالله عليكم أخواتنا، وعالجوا الإشكاليات في الهواتف متاعكم من فضلكم صباحا عند أول محل موبايلات. ربي يحفظك دكتورة. دكتورة ليلى، شكورة جدا، ولو سمحتي افتحي التليجرام. حاضر أمرك يا حبيبتي، حاضر مفتوح وحاضر شوية، غير ابعتي لي الاسم، ما نفتحش في روابط ولا حد إلا نبي نعرف منه، بس ابعتي لي. حاضر. شكرا لكم حبيباتي، ربي يحفظكم. شكرا دكتورة. العفو. أنا يعطوني فرصة أطور المسجات بعدينكم لو كرمتوا يعني. شكرا دكتورة ليلى، شكرا، بارك الله فيك، ربي يحفظك إن شاء الله. إيمان لما تقفل حد يصور لك، شكرا أستاذة إيمان، شكرا لك، شكرا ليلى، بارك الله فيك، حد يصور لك القلوب الجميلة، بارك الله فيكم، ليلتكم سعيدة، تصبح على ألف خير. تمشي وتلاقي الخير، نتمنى لو تكرمتوا تتابعوا الجروب، لان حنحطوا فيه شويه ملاحظات مهمه بعدينكم، اعلانات جروب المطر. شكرا لكم حبيباتي، مع الف سلامه. شكرا لله، عايزه
لكل من حضرت الفخر والاعتزاز بها، لكل من شاركت وبادرت واستجابت. رب يحفظكم حبيباتي، تصبحوا على خير. يا حبيبي، سبحانك، على ألف خير، على السلامة.